بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة، الملاعب، المسارح، الإعلام، مدارس لإنتاج الشعوب، كيف حولناها إلى مدرسة المشاغبين. كل هذا مع ضيفنا الكبير إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. هو فعل مسرح كبير عليه الكثير من المشاهد وعليه الكثير من التفاصيل المهمة. فتحنا معكم من قبل ملف رابطة المحترفين، الضرورة والموانع، إيه حتميتها وإيه صعوبتها. عشان كده كان من المهم أن يكون معنا النهاردة ضيف مهم جدا في هذا الملف، المهندس ماجد نجاتي، رئيس مجلس إدارة او نائب رئيس مجلس إدارة شركة إنبي السابق ورئيس نادي إنبي السابق. باشمهندس أهلا بيك. أهلا بيك. لا، في صفة ثانية ليها علاقة بهذا الموضوع، عضو لجنة الأندية وعضو لجنة أندية المحترفين التي لم تكتمل، رابطة الأندية التي لم تعمل. إذن يعني حيثيات كثيرة تخلي ضيفنا العزيز النهاردة ذي صفة وذي أهمية الحقيقة. باشمهندس الأول أهلا بيك. أهلا بحضرتك. طبعا بس اسمح لي أن أنا أول حاجة يعني قبل ما تقولها أنا هقولها. أيوة. لماذا قدمت استقالتك من هذه الرابطة؟ طب الاول يعني قلت شعوري وانا في قناه النادي الاهلي لاول مره. دي مفاجاه لينا. طبعا انا يعني بتشرف وسعيد جدا ان انا اكون في قناه النادي الاهلي لاول مره طبعا احضر فيها، وبيزيدني سعاده وشرف وجودني مع قامتين كبار. ده شرف لينا سواء في مجال الرياضه وفي مجال الاعلام. ده شرف لينا. طبعا حضراتكم يعني ما فيش بعد كده صيت وشهرة في المجال الإعلامي، فأنا بشكركم على الدعوة وتحت أمركم. ما سألتنيش أنا يعني أو أنا أستاذ إبراهيم فكرنا فيك ليه؟ هقول للسادة المشاهدين، ماجد بيه مش مجرد قيمة رياضية كبيرة. أنا اكتشفت إن هو عقب استقالته من رابطة الأندية وبدأ يكتب حاجات كده على السوشيال ميديا لأكتشف فيه أديبا قريبا يعني وأقرأ له لأستفيد وأتعلم. فما كانش ممكن إن احنا ونحن نناقش هموم الرياضة ومشاكلها وخصوصا قضية رابطة الأندية ما تكونش سعادتك معانا. يعني تحت أمرك طبعا، هي تجربة حصلت وأنا تحت أمرك في أي حاجة ممكن. متابع حضرتك طبعا، شفت المنتخب النهارده ولا ما لحقتش تشوف الماتش؟ لا، شفت المباراه الحقيقه. يعني كسبنا 1-0 ليبيريا. بس الاداء يعني انا حولت بصراحه، يعني حولت. انا نمت بقى. انا يعني من زعلي حولت. يعني الاداء ما كانش الحقيقه. هنناقش طبعا هذا الامر، ولكن هو كمان المنتخب الاولمبي كمان بكره. ما هشوف المنتخب ده ما فيهوش كلام، دي بطوله مش كده؟ يعني احنا بنتكلم النهارده في ماتش ودي، لعله يكون في تجربه احنا ما نعرفهاش. هو في تجربه مهمه بالنسبه له، هو لو طلع بلاعيب او اثنين النهارده يبقى كسب، لان مش ده قوام المنتخب في النهايه. يعني طبيعي طبعا. يعني المحترفين هيجوا والمنتخب الاولمبي هيجي، فضلا عن مفاجاه لعيب بيراميدز اللي هنناقش برضه مدى احقيته في هذا الامر، وهحتفظ برايي ان هقوله برضه هيبقى مفاجئ يمكن. طيب إنبي، ايه راي حضرتك؟ الإنبي اقل شويه من السنين اللي فاتت. طبعا كلنا شايفين ان هنا يمكن بقى لها يمكن سنتين او يمكن ثلاثه كمان. يعني السنه اللي فاتت كان مصارع على الهبوط، والسنه دي بدايه طبعا مش كويس قوي. فطبعا عند حضرتك حق ان الاداء مش هو، واكيد في اسباب انا في رايي يعني غير مجرد تغيير مدربين. يعني انا بشوف المدربين انت بتنقي من احسن الموجود. احسن. وبعدين دايما المدرب ما بي يعني بيعمل من الخامه اللي قدامه، يعني بيشتغل على الموجود. فاكيد في مشكله في 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 في, في اللعيبه اللي مشوا وما جاش بدلهم بشكل يعني يخلي الفرقه تمشي كويس لاسباب بقى. يعني انا يعني جايز ان انا برضو ببقى عارف جزء منها، ولكن ماليش ان انا اتدخل في ادارتها، يعني لانها حاجه تخص الاداره الحاليه في النادي يعني. ولكن انا اللي شايفه ان في اسباب كتير تخلي إنبي في هذا المستوى، غير ان انا اغير مدربين. لعيبه عليهم عامل كبير، لعيب في الملعب ساعه المباراه اللي انا بشوفه عليه 70% يمكن المدرب 30، صحيح قبل كده في التمرين والى اخره في 90 10 90 مدرب و10 لعيب، انما في الملعب
لأ الملعب بشوف أداء ما يدلش إنه عايز يكسب بشكل فيه حمية زي ما بنشوف في الأندية الكبيرة. هل ممكن نربط أداء إنبي بما حدث لبتروجيت ويبقى ده يعني برضو بيلخص إلى حد كبير؟ إلى حد كبير، إلى حد كبير طبعا، لأن دايما أندية المؤسسات بتعتمد على انها بتدي النادي فرصه، بتدعمه جامد جدا في الاول وبتديله مساحه من الزمن ان هو يقدر يعتمد على نفسه بقدر الامكان يعني، ويقلل بالتدريج الدعم لغايه ما يبقى صفر ويمكن بيكسب بعد كده يعني. ده كانت التخطيط الاولي يعني. فممكن جدا يكون عدم الاهتمام والتمويل المناسب، تمويل لثغرات يعني. ما انت اصلك دلوقتي الاسعار اللعيبه مش دي الاسعار اللي كنا بنشتغل بيها احنا اصلا من لا يعني في ايرادات جيده من خلال بيع اللعيبه، في ايرادات بس ممكن بيكون لازم محتاج دعم تاني، لان الايرادات اللي بتيجي برضو مع عقود اللعيبه كترت، ما هي في بنود كتير بتصرف عليها ما تسويش يعني. فعايزه تدخل من الادارات الشركات بشكل اكبر، وده يمكن اللي حصل في بتروجيت، وان شاء الله ما يحصلش في انبي، لان احنا مش هنسيب الدنيا تمشي كده برضه. اكيد انبي فريق مهم وفريق يعني اضاف كتير للكره المصريه الحقيقه في السنين اللي فاتت. طيب ملف رابطه الانديه، او خلينا نقول ملف اللجنه الخماسيه اللي بتدير الاتحاد. الفتره اللي فاتت لما الترشيحات ناس كتيره اتكلمت، تصدر الترشيحات اسم المهندس ماجد نجاتي. والحقيقه مش عشان حضرتك موجود، كل الناس اللي لهم علاقه بالكوره واللي عندهم امل انه كانت المساله تروح في طريق اصلاحي شويه تفائلوا ان انت تكون موجود. والناس حطت التشكيل واتقالوا ان في مقابلات تمت، بس فجاه اعلنت الاسماء وما فيهاش المهندس ماجد نجاتي. هل كان الترشيح وصل لدرجه جاده ولا ايه؟ هو الحقيقه حصل اتصال بيا يعني. وكان اتصل بيا المهندس هاني ابو ريده يعني. هاني ابو ريده يعني كانت يمكن في الاول كانت غريبه مفاجأة بالنسبه لي، ولكن ده اللي حصل. وانا رحت على اساس ان هو بلغني ان هو يعني في لجنه بتتعمل لاداره الكوره في الفتره اللي جايه علشان يعني زي ما بتعمل طفره انقاذ لما حدث وتغيير خالص في النظام وكده واللوائح وكل حاجه، بحيث ان يعني الفتره اللي جايه هي كده يعني. ودعاني ان انا اروح تاني يوم في الاتحاد الافريقي، رحت قابلت في الاتحاد الافريقي وقال لي ان في حتى ناس من الاتحاد الدولي موجودين تعرف عليهم يعني. وهم عايزين يتاكدوا ان اللي مشي، وكانوا هم جايين يعني عشان يتاكدوا ان اللي مشوا ما كانوش مقالين يعني بغصب عنهم، واللي جايين ما لهمش دعوه بتدخل الحكومه يعني. فانا رحت تاني يوم ووجدت المجموعه اللي هي يمكن اغلبهم اللي ماسكين حاليا اللجنه الخماسيه. انا يمكن دي انا طبعا يعني هم كلهم شخصيات قامات محترمه جدا طبعًا يعني بالتأكيد. وانا يعني يمكن اقل منهم كمان، لكن انا بقول لحضرتك انا طموحي كان عادي قوي لما قال لك انقاذ وكده، فتوقعت ان انا هروح أنا الاقي نفسي يمكن اقل الموجودين خبرات يعني. وعايزه لان انت بتتكلم على لما اجي اعمل لجنه، واحنا اتعلمنا كده يمكن في الاداره ان اللجنه مرتبطه بالهدف والمده الزمنيه يعني. لو مده زمنيه 5 سنين انا ممكن اجيب ناس كويسه جدا كويسه جدا واعده تشتغل سنه سنتين تشوف الوقت تشوف وبعدين تاخد قرارات وتشتغل بقى. لكن لما يبقى الفتره 11 شهر كان ساعتها 11 شهر فانا فوجئت يعني ان هو الوضع كده. حتى سالت قلت هو في حد تاني يعني ولا يعني. المهم يعني ان احنا طبعا كلهم بيقول لك قامات محترمه جدا، بس انا بتكلم على خبرات في مده قصيره. انا ممكن احط نفسي معاه، انا ممكن اكون ليا خبرات في مجال، لكن محتاج حد في اللوائح، محتاج حد في المشاركة. ده احنا عايزين نهد الدنيا في سنه ف يعني طبعا الموضوع ما كانش بايدي قوي فسكت يعني. لكن فوجئت بقى اللي بعد كده كمان، ان احنا رحنا دخلنا في اجتماع يعني الاجتماع اللي احنا كنا بنقول هنتعرف على الاتحاد الدولي. كنا قاعدين في اوضه احنا لوحدينا بنتكلم يعني، وبعدين مهندس هاني وريده بياخد واحد كده ويشوشه في ودنه ويدخل حته ما اعرفش، فجاي والدوري دخلت فلقيت يعني واحد مع واحده كده، وهو يعني عرفهم بيا. هو كان اظن مدير التطوير في الاتحاد الدولي، مش عضو الاتحاد الدولي وتعرفت عليه يعني عرفوا علينا وخرج الحقيقه المهندس هاني يعني. انا من اول وهله حسيت ان انا يعني
انا جيت غلط. ليه؟ لان المقابله ما كانتش التعارف مع الاصح، دخول واحد واحد والقعد على ترابيزه والناحيه الثانيه انترفيو. يعني كان لما خرجت قلت لهم كده، قلت لهم وانا جاي مقدم على وظيفه، انا يعني جيت رشحت لشيء نتيجه ان انا معروف. نقعد مع بعض نتكلم. انا فاكر ان احنا نقعد كلنا كده نقعد معاهم نتكلم، وبعدين بقى نشوف نبحث الراي اللي انا بقول عليه الملفات بعد كده يعني. فبعدين الحقيقه القعده ما عادتش كتير، لانها يعني انا كنت قافل شويه، يعني مش قافل لان الحاجه لسبب قبل قبل حاجه دي. تاني حاجه ديسابوينتد شويه، فوجئت ان انا فوجئت ان انا المفروض ما يعرفش عني حاجه الراجل، يعني اللي قاعد بيكلمني ده لقيته يعني انا لازم اتكلم بقول انا مين. ودي حاجة أنا ما أعرفش مين اللي يعني اللي وافق إن يحط هذه الشكل دي كلها. مش أنا لوحدي، أنت مش جاي تطلب حاجة. مش أنا بس، أنا بتكلمش عن نفسي، أنا بتكلم على كل الموجودين. ما يدخلش القعدة دي لأن هو جاي، هو أنتوا عارفين أنتوا جايبين مين يعني. بالظبط. فاللي حصل إن أنا لقيت نفسي قاعد قدام الراجل وبفوز إن أقول له نفسي، فقلت له أنا فلان فلاني وكنت رئيس النادي كذا. الثانية بقى اللي خلتني قفلت زيادة إنه يعني ما كانش يعرف نادي أنبي أصلا، ما يعرفش انا يعني ما يعرفش يعني هو ما يعرفنيش، ما عندوش سي في بتاعتي، ما يعرفش عني حاجه. المفروض انه كان يجي يبقى فاهم. حتى سالني سؤال استفزني شويه، قال لي هو نادي انبي لسه موجود في الدوري يعني بيلعب في الموضوع بقى دخل في اخر حاجه بقى يعني يمكن قفلتني شويه من الموضوع، ان لقيت ان هو بيبلغني بقى ايه اللجنه يعني. فمن ضمنها كان الحته المهمه كانت انه بيتكلم على ان ده لجنه تبع الفيفا، وان القرارات يعني هتتخذ يعني احنا ريبورتنج للفيفا، تقارير تقدم للفيفا، وده يعني جميع العموميه ما لهاش علاقه بالموضوع. فانا كان ردي ساعتها ان يعني انا مش متفهم الموضوع ده مجلس وصايا، انا مش متفهم الموضوع ده، وحاسس ان انا لو انا طبعا هقول للفيفا الحاجات اللي تفوق امكانياتنا او انها تخرج بره لوائح، محتاجين تعديل لوائح، محتاجين حاجه، هناخد رايه وهنعمل. لكن قال لي لا ده كل تعرف كل حاجه. قلت له انا يعني ما عنديش علم على الموضوع ده وخلاص. يعني القعده كانت قافله شويه. حسيت ان انا حسيت تصورك مختلف، حسيت ان المعايير اللي محطوطه مش منطبقه عليا، يعني المطلوب مش عليا، مش انا. فخرجت قعدت حتى اتكلمت معاهم، قلت لهم زي ما بقول لحضرتك كده، واحنا جايين ليه؟ زي ما يكون مقدم على وظيفه كده. كان الجماعه كلهم قاعدين الحقيقه، يعني كلهم دخلوا واحد واحد بالطريقه نفسها. وبعدين ايه الحكايه؟ المهندس هاني هو اللي بدا يوضح يعني كذا وجايين كذا ومش عارف كذا. قلت له لا بس هو القعده مش كده. وفي نفس الوقت الترشيحات كان عن طريق المهندس هاني ولا كان عن طريق مين؟ انا مش عارف، انا لغايه دلوقتي السؤال ده هو هتبقى على كلامه تبقى مش مفهومه. يعني هم جابوا رئيس الاتحاد المستقيل اللي المفروض تيجي لجنه تنقذ الكوره المصريه. انا ما اعرفش دوره، وهما كانوا في بعض الناس كانت بتقول على الكلام ده على انه هو ممكن يكون لانه بصفه دوليه. لكن انا برضو ممكن كان ثروت سليم اللي هو ثروت سليم كان يؤدي هذا الدور لانه كان ساعتها ماسك الاتحاد يعني. لكن انا ده اللي حصل يعني، بقول لحضرتك اللي حصل. انا خرجت وانا في اعتباري ان انا اولا يعني مش هبقى موجود، ثانيا المقابله اللي حصلت لو الراجل ده هو يعني ادوله حق التقييم، وده طبعا انا ما اعرفش يعني اللي يمكن يختارني. يعني وصلت انت ان اللي يمكن يختار. لا المحادثه هي اللي جابت نفسها، انا ما وصلتوش يعني. الكلام كان الرد ما ينفعش يكون غير كده يعني. ومشينا بقى على اساس ان هم هيروحوا، وانا حتى يمكن في اصدقاء ليا طبعا في الوسط وفي في الرياضه يعني في الاعلام كمان وكده، انا قلت لهم الكلام ده، قلت لهم وخرجت لهم الوضع ما كانش زي ما انا بقول خالص. انا افتكرت هروح الاقي وزير سابق مثلا هو رئيس اللجنه وده مش عارف الرئيس الاتحاد السابق ده نائب يعني حاجه بقى وانا معاهم يعني ما فيش مانع يعني انا هعمل كل ما في وسعي. انما وبرضه ما بقولش على الناس الموجودين، الناس الموجودين محترمين جدا، لكن على طبيعه الظرف والتوقيت والمده ازاي. يعني انا بقول هو هدفك ايه؟ تغير وتعمل لوائح؟ وده اللي حصل لغايه دلوقتي. احنا داخلين في مشاكل لكن ما عملناش لسه حاجه، ولا عايز تعمل ايه؟ وبعدين جاب اثنين ممتازين شباب اللي هو محمد فضل والدكتور احمد عبد الله، جابهم في اللجنه لانهم عملوا اداء كويس جدا. اذا جابهم العامل التنفيذي للعمل الاستراتيجي. لا العامل اوكي انا ما فيش مانع، بس انت جايبهم لانهم كانوا كويسين جدا هنا، فانت جايبهم هنا عشان يبداوا حياه رياضيه جديده. وبعدين فوجئت بانه من القرار بعد بقى ما تتعلمه ما تدخلوش الاتحاد الجاي ممنوع.
بتعمل ايه؟ طب كنت تحطهم في لجنه من اللجان، حطهم في لجنه من اللجان اللي هتشتغل مع الاتحاد ياخد فكره ويدخل ويروحوا يلحقوا الانتخابات الجايه، وده منطق. فانا بتكلم على ان يعني ايه الهدف من اللجنه وايه والمده القصيره كانت تستدعي. وبرضو انا يعني اخايف يفهموا ان انا بقول ان هم يعني مش كواليفايد، مش كواليفايد. لا انا ما اقصدش كده، انا ممكن كل ما هو محمد فضل ده مشرب طوله بحالها صحيح، بس في مجال ماشي. ولكن انا علشان اتكلم في مجالات يبقى انا محتاج لجنه، محتاجه واحد لوائح، واحد مش عارف فني، واحد كذا، واحد خبرات تخصصيه شويه بالظبط. فطبعا ما كنتش متوقع غير كده، وفي نفس الوقت لو كان برضو غير كده كنت هعتذر. هتعتذر؟ طيب، سبق لك ان قدمت استقالتك من رابطه الانديه. ايوه انا مالي استقيل كده مش لا برضو هي كلها هتكون كلها ليها اسباب والله يعني. هتكون هي نفس يعني هي كلها ليها اسباب. اولا انت تصورك وانت داخل رابطه الانديه نفس الشيء، كنت متوقع رابطه الانديه دي دورها ايه؟ انا وانا داخل رابطه الانديه انا كنت قاعد في امان الله. بعض الانديه كلموني طبعا، من ضمنهم الناديين بتوعنا اللي هو انبي وبتروجيت زائد بعض الانديه الاخرى، بيقولوا لي ان بيعملوا كذا فاحنا عايزينك تبقى في الهدف. فانا قلت طبعا يعني ما يعني في يعني فكرت ما فيش مانع، يعني بعد ما خرجت من الشركه انا عندي وقت اقدر اديه يعني. فوافقت، حتى قالوا لي احنا نرشحك، قلت لهم لا انا ناديه يرشحني يعني. انا يعني ما كنتش في دماغي الموضوع اصلا، بس لما وعند دخلت طبعا في الموضوع. هي الربط الانديه مشكلتها ان حتى الانديه برضو مش عايزه الوم كله يعني، في لوم اخر على الاتحاد مثلا، لكن الانديه برضو عندها مشكله. يعني انا لما اعرف ان احنا مطلوب 18 نادي كل واحد فيهم يقدم شخصيه ويحصل انتخابات عشان نستر منهم خمسه، فعدم الاهتمام من الانديه بيخلي شخص سبع انديه رشحوه. يعني ازاي يعني هو واحد كفايه يعني هو واحد هيدخلك عملوا عمليه انتخاب من اولها هو واحد هيدخلك لكن الواحد اللي بيحصل اتصالات معينه فبيجيب لك الشخص ده في سبع انديه رشحوه ممثلهم ازاي يعني؟ طب ليه انديه ما تديش سبع اشخاص كمان وتقدم وجوه جديده ويخلي واختار بقى بالظبط. لقيت الوضع اللي الانديه نفسها كمان حتى مش مهتمه في الطريقه، وبعدين حتى برضو الاختيار كان لازم ينطبق، لازم نتوافق عليه يعني ما ينفعش انتخابات حره كده، لا دي لازم برضو نفس الكلام اللي بقوله من شويه، في خبرات معينه لازم تكون موجوده في هذا المجال، وكل الانديه متوافقه عليها علشان هتدير 18 يحطوا معايير على اساسها يبتدوا يختاروا. ايوه وانا برضو يعني الحته الاهم في الموضوع، يعني انا كنت في لجنه الانديه قبل الرابطه، لجنه الانديه كان في كان مثلا زي النادي الاهلي ونادي الزمالك كانوا بيقوموا دور كبير جدا فيها. يعني كابتن حسن حمدي ربنا يمسيه بالخير بقى، انا كنت معاه في لجنه الانديه لما كنا، كان عامل شغل يعني شغل الانديه الكبيره يعني هو ايه اللي بيقود يعني بتعمل كده يعني في منظومه ماشيه واحد بيقود، لدرجه ان هو يمكن ساعتها طبعا معروف النادي الاهلي لما يدخل في تسويق هياخد اكبر قيمه تسويقيه ويمكن ياخد اكيد لكن هو كان مدخل النادي الاهلي في الجروب عشان ياخد ما استأثرش بالكعكه عشان ياخد كل الانديه تاخد اعلى حاجه ممكنه. انا طبعا بقولها له انا بشكرها له بالخير والله ياخد حقه، لانه في ناس عماله يعني تتهمه ظلما انه يمكن مسارها اتغير شويه بعد ما هو خرج، وطبعا انت عارفين اللجنه اخر سنتين اخر سنين كانت عندها مشكله ولكن انديه الاهلي والزمالك ساعتها كانوا متواجدين، كان كابتن حسن عبد موجود، وكان ساعتها ممدوح عباس ممدوح استاذ عباس كان موجود. يعني احنا كنا من كلامهم بنبقى قاعدين مبسوطين ومرح مرح وفعلي وعنده القدره على تنفيذ اللي احنا بنقوله، لان هو اللي يقدر يدور المنظومه كلها. دي الانديه الكبيره لازم يسحب الناس وراء، الناس مش فاهمه يعني الانديه اللي في الاقاليم واحنا كمان وكلنا مش فاهم يعني ايه خبرات الانديه اصلا يعني هو مش فاهم يعني هو ده اللي حاصل بعد كده. احنا لما دخلنا بقى الرابطه لاحظناها اكتر الحقيقه. ان نرجع تاني للرابطه، لما دخلت عملوا انتخابات كانت مش انتخابات، كانت يعني ما فيش الخمسه هم اللي موجودين لان في كانت بالتزكيه
7 مرشحين، واحد حتى ساعتها النادي الاهلي مرشحش حد، كان مرشح الكابتن سمير زاهر بقى الله يرحمه. وكان طبعا صحته ما كانتش يعني قبل ما يتوفى، ولما توفى ما رشحش حد، الزمالك ما رشحش حد. ويعني شوف بقى ازاي كميه عدم الاهتمام، المفروض ان الانديه دي الرابطه دي بتاعتهم. ايوه، ما هي مش بتاعت اتحاد الكوره، دي هي اللي مضغطوا على اتحاد الكوره. ما فيش ادراك بدورها، مفيش اراده، مفيش اراده ان هم يعملوها، ومش فاهمين دورها. فادى الى ان الطرف الاخر اللي هو الاتحاد اللي هو مش عايزها اصلا يشوف فيها. نقطه مهم، يعني احنا لما جينا قعدنا اختارونا، يعني التزكيه ده حصل في شهر 11. الاتحاد رشح الاثنين اللي من ناحيته بعدها بشهرين. شوف قد ايه، يعني بعد ما خلصوا بعد شهرين. وبعدين انا فوجئت بان احنا دورنا ايه، عملوا لائحه، عاملين لائحه، اللائحه يعني بيقولوا بدايه بس عشان تتطور، بس اللائحه حاطه الرابطه، وحتى الان هي موجوده في لائحه اتحاد الكوره، الرابطه لجنه من اللجان بتاعت اتحاد الكوره. يعني بدل كده بيتعاملوا معاها انها لجنه، مش بيتعاملوا معاها، هي اللائحه كده لجنه، كان اسمها لجنه القسم الاول، انديه القسم الاول بقى اسمها رابطه انديه القسم الاول. يمكن حتى بنفس رقم البند زيها زي اللجان كلها، اللي يغير الاسم بس، وحط ماده ازاي يعني نرشحهم او ازاي نختارهم الاعضاء، يعني 5 من الانديه بتختارهم واثنين اتحاد الكوره. وكل اللائحه اللي معموله بعد رجوله اتحاد الكوره، بعد يعني هي برضو مش قرارات، هي توصيات. زائد كمان بقى الجزء الاخير اللي هو بقى الحته اللي هي بتاعت الكرامه، كرامه بقى اللي احنا بتوجعنا في الاخر دي. بعد ما بدات اللجنه تشتغل ورشحوا الاثنين الموجودين عن الاتحاد ودخلنا، مفيش مقر، مفيش فلوس، طب عايزين مدير تنفيذي يجي حد من الاتحاد يخلوا حد من الاتحاد، طب احنا ما عندناش فلوس، طب بقى نبعت تجيب حساب، طب هنجتمع فين، خلينا النهارده في اوضه 8، خلينا النهارده في اوضه 10، يعني بهدله. طب دي من ناحيه الاتحاد، وكان في طبعا ناس في الاتحاد ما كانوش عايزين الرابطه، لان هم ما عشان كده هيدي لك اعتماد ليه؟ وهو الحقيقه مش المفروض تاخد من الاتحاد، هي اللي ماسكه الفلوس، هي اللي تدي الاتحاد، هي اللي تضغط على الاتحاد. وبعدين الفلوس ما فيش موارد ماليه، وبالتالي انت عايز تعمل حاجات مش عارف. كمان الحته اللي تخص الانديه بقى، احنا كان نزلنا، كان من ضمن الرابطه ليها يعني هدفين. الهدف الاولاني كان اداره المسابقه، ده طبعا ما بيتمش نتيجه اللي حضرتك اللي كانت لجنه المسابقات متعينه والدنيا والجدول نزل وكل حاجه، ما فيش حاجه. والحته الثانيه اللي هي التسويق، فاحنا قالوا لنا ساعتها مش هتعرفوا تعملوا حاجه، كلهم متعاقدين. فاحنا رحنا بصينا بصه كده، لقينا في 13 نادي من ال 18 غير الاهلي والزمالك عقودهم بتخلص السنه دي. طيب كويس، فدي حاجه جميله جدا. طب فروحنا عملنا زيارات للانديه، حاولنا يعني احنا عايزين نعمل اتحاد، انت انا مش بقول لك سيب ده ولا اعمل ده، يعني خلي الرابطه تتكلم عنك. وانت جالك عرض اوريدي، ما هو عرض التجديد بيجي لهم، فاذا كنت جاي لك 10 انا اضمن لك هيجي لك 20. بس خليك معانا المجموعه. ما حصلش. كل واحد كان عايز يمشي لوحده، وهو التاني فاكر انه مثلا ايه، انا خدت العقد ب 10 وخد التاني خد ب 15، هي بقى انا ضحكت عليه يعني كده، مش كده. انا خدت العقد من غير عربيه، ده خد عربيه، يعني كل واحد بيفتكر ان هو خد اقصى حاجه، ولو ان طبعا حياتك استاذنا وعارف ان التجمع يكسب اي حاجه، يعني حتى لو الاهلي والزمالك مش عايزين يدخلوا معانا المره دي، لما يلاقونا كده هيجوا معانا. صحيح، وهيدعمونا اكتر. اصل هي هتبتدي، لازم تبتدي، ولازم رابطه الانديه نمره واحد انها تاخد حقوقها. الانديه اهم حاجه، الانديه تاخد حقوقها، هي اللي تسوق الحقوق بالزبط. مش حد تاني، وهي يبقى الفلوس عندها وتدي الاتحاد نسبته. وبعدين يعني اذا الانديه ما كانش عندها هذه الرغبه، فانت صعب انك تلاقي. هل هذه الرغبه ولا هذا الـ يعني هذه الثقافه، ولا هو ده اللي متصدر لهم، ولا بيتم استقطابهم، ولا هو يعني هو عارف حضرتك يا باشمهندس ان هو بدماغه كبيره هو اتحاد الكوره، هو في اللي انا فهمته عليه. اللي فهمته كده من ال يعني انا ما اروح اقول لهم ضمن واحنا بنتكلم في التسويق، اقول لهم قولوا لنا كمان ايه رايكم في
لازم ندخل، هو منعنا منها اصلا، بس إيه شؤون اللاعبين، عايزين نعرف القائمه تبقى ايه، انت رايك ايه، نجمع اراء، وانا كرابطه اذا قدرت اقدر اضغط على الاتحاد احقق لك نحقق الرغبات، والا ما تبقاش، ما ينفعش حد يدخل على الاتحاد كده يقول له خلي الاجانب اربعه يقول له ماشي، وينفع يعني؟ مش ممكن. فحاولنا الحقيقه ولقيت الوضع مقفول من كل النواحي، من الناحيه اللي هي الانديه الرغبه مش موجوده والاراده، ويعني مش عايز يعني مش فاهم يعني ايه رابطه اصلا، مش هقول لك انه، والانديه الكبيره الحقيقه مش مدعمه الموضوع خالص. الحته الثانيه مش دول بقى اصحابك، احنا هنبهدلك. فطبعا انا قلت لهم في الزملاء يعني في التنفيذ، قلت لهم احنا كده اكبر من الاهانات دي، يعني ان انا ابقى رايح الصبح مش عارف حاط فين، واستقبال يعني ما شاء الله كده شويه شويه يقول لك فاتر والى اخره. فاحنا يعني انا مش شايف ان احنا نقدر نستنى، على الاقل نصعد الموضوع باستقالتنا يعني، ننبه ان في حاجه غلط، ان في مشكله. ف يعني كان ساعتها الحاج محمود الشام يعني كان عنده امل اكبر في حاجه زي كده، وحسس كان معاك، كان هو الرئيس من خلال الاتحاد، كان هو الرئيس الرابطه. لا مش من خلال الاتحاد، كان هو السبع انديه مرشحين. فما يعني ما حسوش ان انا بقول حاجه، فاستقلت، قدمت استقالتي، قلت لهم يعني انا مش هقدر اكمل كده، وقدمت استقالتي. بعدها بشهرين اتحلت الرابطه. اتحلت بمين بقى؟ بقرار من اتحاد الكوره. يعني شوف التهزيئه الكبيره، يعني ان انا رابطه الانديه اللي مختارها الانديه اتحلتها، حلها بقرار من اتحاد الكوره، لانه لايحته ولا الانديه ما قالتش حاجه حتى، ما علقتش. فاحنا عندنا مشكله ثقافه، مشكله اراده، مشكله حاجه، ولازم الانديه تعرف قبل الاتحاد. الاتحاد انا لو كان معايا الانديه جامدين انا ممكن اضغط على الاتحاد اعمل اللي انا عايزه. هي الرابطه معموله عشان كده، هو تدير جمعية العمومية، ملوش دعوه جمعية العمومية. طيب هي دي المشكله اللي حصلت دلوقتي في الكوره. دلوقتي بقى احنا فيما وصلنا اليه، انت حضرتك شايف ان لجنه خماسيه، لسه حضرتك شايف ان هي صلتها المباشره بالاتحاد الدولي. هو 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 بس ممكن نقفل حته الرابطه دي، لان الناس مش فاهمه، هل هي وجوبيه الزاميه؟ هل الاتحاد الدولي من ضمن قراراته ان لازم يبقى في رابطه الانديه، وهو ده اللي كان بيطالب به الاتحاد على عشرات السنوات، وكل سنه يقول لهم وفقوا اوضاعكم وفقوا اوضاعكم، كان ده مقصود يعني، كان ده موجود ولا هي يعني مش هو الزمية؟ موجود، لان الرابطه اللي اتعملت السنه اللي فاتت، ما هو والاتحاد الكوره هو اللي بعت الانديه، قال لهم بعتوا ورشحوا ناس، وهو مش عايزها الارغام، هو عايز يستكمل شكل الارغام ان هو يبعتها، ان هي موجوده في اللائحه بتاعته ان في رابطه، بس هي موجوده الاتحاد الدولي بيطالبوا فين الرابطه؟ مش كده؟ يعني اذا الاتحاد الدولي ما زال يطالب بالرابطه. لازم طبعا. ما سمعناش حاجه خالص عن الرابطه دي في من اللجنه الخماسيه. ما هي دي اللي انا النقطه الاخيره يعني الاخيره في الموضوع، الرابطه، ان اللجنه الخماسيه، يمكن كتبت الكلام ده عندي يعني في خواطري ما بكتب، ان اول ما تيجي اللجنه الخماسيه بهذه الصوره في لمده سنه، اول حاجه كانت تعملها كانت تعمل رابطه. كان زمانها مش داخله في كل اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده، بتاع الملعب والتاجيل والمش عارف. انا كبير، انا جبت رابطه تدير نفسيكم، وبس يكون من ناس كلهم قامات ممكن يتسمع ليهم ولازم يتوافقوا. لو كانت عملت كده ما كانش دخل في الموال اللي هو بقى له 14 شهر، انه يبقى تنفيذي. طيب خلينا نبقى واضحين، مجلس اداره الاتحاد اللي فات والمجالس اللي قبل منه لمصالح معينه كانوا ضد وجود رابطه مستقله. ايوه. لاسباب كثيره واضحه يعني، حتى في العمليه الانتخابيه نفسها معروفه. المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد اللي مشي، هو المهندس هاني ابو ريده بصفته الدوليه اللي اشرف على ترشيحات اللجنه الخماسيه. أيوة. ودي برضو غريبه، لكنه انا مش عارف، لكنه يعني على الاقل موجود في المشهد. موجود في المشهد بشكل مؤثر. هل هذا الوجود بهذه الرغبه هي اللي ممكن تكون حائل دون انك تظهر رابطه محترفه مستقله؟ لان احنا بنتكلم وضعيه دوليه طبعا، لان انا عايزه ده، لان انا اللي انا شايفه يعني المشاكل اللي داخلين فيها، والرابطه كان معروف ان اللجنه الخماسيه هتدخل في هذه المشاكل.
اولها كان مع الجمعيات العموميه، الجمعيه العموميه بتاعت الانديه اللي هي ما ينفعش انت تبعد عن الجمعيه العموميه للانديه، انت هتقعد لها في الاخر يعني، الانتخابات الجايه هتبقى بالجمعيه العموميه، فما ينفعش ان انت تنفصل وتقول انا اتحاد دولي يقول لك عمل جمد اللائحه النظام الاساسي، جمد لائحه النظام الاساسي بتاعت الاتحاد. اتقال لهم كده؟ اه بيشتغل بشكل استثنائي مع الفيفا. وبعدين او يعني انا برضو لفت نظري، وانا برضو واحد ببص للحاجات دي باهتمام يمكن ما حدش ياخد باله منها، اول اجتماع للجنه الخماسيه اللي هي بقى بنقول هنجتمع اول اجتماع لينا، كان معاه الراجل اللي قابلنا في الاتحاد الدولي بتاع مدير اداره التطوير ده، هو اللي قاعد على 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 راس الترابيزه واللجنه الخماسيه قاعده. هو ده ينفع؟ ده مندوب السامي؟ لا 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 ينفع ماجد، بقول لك ليه. احنا ما زلنا متصورين ان اللجنه الخماسيه دي هي لجنه تمثل الجمعيه العموميه وتدير اتحاد الكوره، وحقيقه الامر وحقيقه الانشاء وحقيقه التكليف بيقول انها لجنه منبثقه بتكليف محدد محترف من الاتحاد الدولي، بدليل انها ريبورتنج للاتحاد الدولي ولا تتعامل مع الجمعيه العموميه. وهنا المأزق، لو 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 المده بتاعتها انتهت هنعيش نفس حالة الفراغ اللي حتى ما كانش موجود قبل ما يجوا، لان كان في اللائحة كان موجود فيها مدير تنفيذي بيدير لأول جمعية عمومية، ده ما اصبحش موجود. فلو هم ما عملوش الهوم وورك ده، هم لجنة من الاتحاد، هم مش ممكن برضو حضرتك يكون في اغراض من الاتحاد يعني الدولي في هدف يعني، يعني اللي الواحد شافه يعني يخلي انا بقول لك بنظره ملهاش دعوه ممكن ما تكونش واقعيه، لكن انا في دماغي اللي جالي يعني ان تشكيل اللجنه، ما بقولش على الاعضاء اللي فيها برضو كقامات ممكن يكونوا تاخدوا في الموضوع يعني، لكن انا بقول لك اللجنه الموجوده مش مقصود بيها تطوير حاجه ولا تنظيم حاجه ولا عمل احساسك حاجة. بيقول ايه؟ احساسي بيقول ان هو حصل مشكلة أدت إلى إقالة تقريبا اتحاد الكورة أو استقالته، ولو عملت انتخابات دلوقتي الموضوع راح، فإحنا نعمل لجنة تطول المدة شوية لغاية ما الناس تنسى الموضوع، الانتخابات الجاية ممكن نرجع. حد يدخل تاني، مش يرجع هو، أنا بقول لك أي حد يدخل تاني نرجع اللي إحنا عايزينه. لكن أنا شايفه ما أنا حاطط اللجنة، مفيش الهدف اللي مكتوب ما بتشتغلش عليه، صعب التطبيق من التوليفة دي صعب، زائد ان المدة قصيرة، فهي حاجة تفرح ان انا ابقى عضو اتحاد الكورة او عضو لجنة مش عارف ايه كده يعني هي دي يعني ممكن نقول هي عضو، بس هم يعني عضو لجنة الوصاية يعني، ده المعنى ده حقيقه الامر، هي عضو لجنه الوصايه على الكره المصريه يعني، اربع بيهم مع انهم بيبقوا عارفين يعني قاصدين كده، هم كاشخاص انا بقول لحضرتك اللي مؤكد هم عارفين كده، فانا يعني بقول اللي بيخطط الموضوع اصلا لا يمكن يكون قاصد ان دي الناس دي جايب عشان تشتغل الشغل، انها تعمل الشغل، ان انا دي انقاذ الكره المصريه واعاده. ده كلام خطير جدا يا فندم. لا هو مش خطير، هو تصور. لان انا بقول لك انا بالنسبه لي انا بعمل شغل كده. لا حضرت الانترفيو، حضرت المعارف اللي انا الانترفيو حضرتك وانترفيو لك بالظبط، لكن انا بقول ان انا لما اجي اعمل، انا راجل بفهم في النواحي الاداريه شويه، ولكن لما باجي اعمل لجنه، انا كنت رئيس شركه يعني، انا باجي اعمل لجنه بقول انا عايز اعمل منها ايه، فبختار وبعدين التاسك بتاعها اختار العناصر بناء على الاهداف المطلوبه، طالما ان انا هختار والمده كمان مش انتخابات، دي لجنه مرشحه. صحيح. فانا هما اللي حصل ان هما جابوا وجوه كلها مقبوله في بس هما مين؟ ما انت بحضرتك انا مش عارف، حضرتك بتقول ان المهندس هاني ابو ريده هو اللي اتصل بيه، لا المهندس كلمني، لكن هو دوره ايه مع اي حد تاني انا ما اعرفش. وفي نفس الوقت على الكلام ان كانت لجنه يعني شكلها يعني مستوى عالي يعني، مش حاجه اللي سمعته يعني. فانا بقول لحضرتك على التصور بتاعي. طب هل عندنا الوقت ان اللجنه تعمل كده؟ ممكن، بس هتعمل ايه بقى اللجنه عشان يعني تسيبها بقى هي جابوا حد يدير المسابقات شخص، وجابوا حد يدير الاتحاد، معرفش اذا كان في حد في شؤون اللاعبين ولا لا،
لان كان جاوا هم هو الاستاذ وليد اللي كان ماسك شؤون اللاعبين هو دلوقتي المدير التنفيذي او القائم بالمدير التنفيذي. هل مسؤول عن الاثنين؟ الله اعلم. وهم مش مفروض يبقى لهم دور تنفيذي في اداره المسابقه مش كده ولا ايه؟ مظبوط. ولا هما من ضمن دور هما دلوقتي حاطين نفسهم كده، لكن هو اصلا المفروض يعمل رابطه فورا ويخلص من الموال دي، يعني قبل الدور الثاني المفروض يبقى في رابطه. ما يجوز مش في قرار التكليف في الرابطه. لا التكليف، ما هو التكليف في اداره تسيير الامور الطبيعيه بتاعتك. يعني انا دلوقتي عشان اعمل لجنه عشان تطور اللوائح، معلش يعني انا لو موجود في اللجنه مش انا اللي هطور اللوائح. انا موجود في اللجنه هجيب واحد اخصائي تطوير لوائح وهعمل لجنه، يعني هعمل يعني هما شو ممكن يعني يمشوا دلوقتي ازاي الفتره اللي جايه؟ انه يعمل لجان قويه جدا بس اللي يرضى بقى. ما انت ما خدتنيش في اللجنه الاساسيه وجاي لي في اللجنه الفرعيه اشتغل فيها، يعني ممكن ناس تفكرها كده. لكن هو المفروض يعمل لجنه تطوير اللوائح، ممكن يبقى اقوى واحد في مصر بيعمل لوائح، اداره كوره اثنين ثلاثه منهم كمان، لجنه مش عارف تسويق لجنة التسويق، لجنة تطوير اللوائح، لجنة تطوير المسابقات، إدارة المسابقات، زي لجنة زي ترقية الرابطة العمومية اللي هو الهدف رقم واحد اللي أنت جاي عشان الانتخابات زي الرابطة كده. بس دي تدير المسابقة عنده كمان اللي حضرتك بتقوله ده، هو في خطاب التكليف عنده ده طبعا تعديل لائحة النظام الأساسي بما يتوافق مع معايير الاتحاد الدولي اللي هي أهمها رابطة المحترفين. إبراهيم بيه كمان التكليف ده مش قرآن، التكليف ده هو راجل حطه لو انا عندي وجهه نظر هفرضها عليه. هو انا ليه حد يدير لي الكره؟ يعني انا مين اللي حاطني في الوضع ده؟ واحد يدير الكره المصريه، ناس تدير الكره المصريه، ما حصلتش في العالم. حصلت مره هتلاقيها في موزمبيق، في دوله ناميه وهو عشان كده يعني بنسميها لجنه وصايه. ليه؟ لان هي بتروح مين اللي حطينا في الوقت ده؟ بتروح حضرتك بتتشكل في الاتحادات اللي ما عندهاش كوادر ولا خبرات مثلا، فبيتقال كده، هم بيطلبوا ساعات يا فندم ده هو ده اللي بيتقال لهم وده اللي اتقال في فراغ اداري نتيجه استقاله مجلس الاداره والمدير التنفيذي لا ما كانش لسه المدير التنفيذي استقال، في فراغ اداري ودخل بعد ما استقال المدير التنفيذي. ولو المدير التنفيذي فضل موجود يحجب. طب هو لما يروح يبلغه ان في فراغ اداري وجايز من تحت لتحت ان انا تعرضت للاقاله وكل الكلام ده، ليه حياتك تصوري انا بقى بتاع ان انا بضيع وقت؟ ده لازم يكون مطروح، يعني انا مش هقدر اقول غير كده. لا انا بعمل سنه حاجه موجوده وتعدي وفعلا الناس دلوقتي نسيت. زمان لما الظروف لما الامور تمشي أسوأ هقول فين ايام الاتحاد السابق. ممكن يبان هو طوق النجاح بقى. هو دلوقتي في بعض المشاكل حصلت اخيرا، كان في ناس بتقول كده. بس فين يا هاني؟ سينا يعني مش يعني انا يعني كرمز للمجلس السابق طبعا انا ما يعني لكن انا بقول هو على فكره هو المهندس هاني بريده ما كانش يملك يعمل كل ده، كان يملك بس لسبب مش مفهوم كان سايب الدنيا. طب انا اقول لك حاجه، في الرابطه كان الوحيد اللي بيحاول يعني يدينا ريق حلو يعني يفعلها هو المهندس. ما انا عارف عشان كده انا مندهش، لكن هم اللي بيشدوه اصحاب مصالح ضد الرابطه، يعني بيشدوه بشكل يخلينا. هو كمان هو برضه ثقافه، لو حضرتك انا ماسك اتحاد الكوره وفاكر انا ثقافتي ان انا لازم ابقى ادير هذه المسابقه المهمه اللي هي في اللي عامله الاعلام وعامله الشغل وكله. انا بفكر هو بفكر كده، لكن هو لو فكر بطريقه اخرى ثقافه اخرى برضه ان انا لما بجيب رابطه تشتغل انا بكبر نفسي مستوى، انا بدير منتخبات بقى الاهم وبكبر نفسي على الرابطه مستوى. انا الرابطه دي انا هبقى كده وهو كده. هو شغال عنده مشكله كبيره قوي بقى، انا هبقى اكلم القيادات وهكلم مش عارف ايه، انا الكبير. الثقافه دي مش موجوده، الثقافه ان انا اللي بقى البنيه الاساسيه المصلحه هنا في التحكم ممكن في يعني هو انا اتصور ان النظام اللي كان اللي موجود دلوقتي في الدول اللي هي تقدمت في كرة القدم، يعني مش هنقعد نقول الكبرى ومش عارف المتقدمة، الدول اللي عندها كرة قدم حقيقية هو ده الشكل اللي موجود، رابطة محترفين مجموعة من الحكام خارج الاتحاد بتدير التحكيم، الرابطة بتدير، الاتحاد متفرغ للمسابقات الأخرى، الهواة، نشر اللعبة، البنية الأساسية، المنتخبات.
يعني انا اتصور لو تفرغ اتحاد الكره للمنتخبات، منتخباتنا هتكون شكلها عامل ازاي؟ طبعا. يعني دايما احنا حاطين العربيه قدام الحصان، وده مش مفهوم. بالظبط بالظبط زي اداره الرياضه. هو المفروض ان اللجنه الاولمبيه تدير قطاع البطوله، والوزارات نشر اللعبه نفس الشيء. لا تبص تلاقي دايما في اختلاط وتداخل. عند حضرتك حق، بس اللي يتحقق بقى كده، انا مني نداء او رجاء للانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك، ويمكن يعني الاهلي بصفه خاصه لانه عملها قبل كده، يعني الكابتن حسن حمدي برضو ارجع اذكره بالخير. كنا بنعمل اجتماعات في النادي الاهلي، انا حضرت اجتماعات النادي الاهلي وانا في لجنه الانديه وفي ماسك ام بي. ايه القواعد اللي خلينا نعمل رابطه؟ ما كانش القانون الجديد موجود اللي بيجيز انك تعمل رابطه، لكن كان بنشوف ايه الاجراءات القانونيه، هو اللي بيقود المسيره دي. ايه الاجراءات اللي ممكن نعملها عشان تبقى في رابطه؟ بس المهم يبقى في رغبه من الجميع. ما هو مهما تدير حضرتك الكابتن حسن حمدي سوريا، الجميع ما عندهمش الخبرات يا فندم. كابتن حسن حمدي اسقط في الانتخابات اللي بعديها في الرابطه، اللي قبليه لا اللي بعديها. اللي بعديها لما لقوا ان في شغل جد هيتم، وانت عارف اللي حصل. ما هو باشمهندس لو احنا سمحنا بقى للمواضيع يمشي كده يبقى نستسلم كلنا بقى. عشان كده بقول هي اذا كانش ال 18 يعني نادي يتفقوا ان دي مصلحتهم مفيش فايده. ما هو برضه اللي هيقودها انديه كبير وماله. اذا حضرتك شايف دور الانديه الكبيره لازم أن تتحرك، لازم اتحاد الكوره كلجنه خماسيه يكون عنده الاراده والرغبه يتخلص من العبء ده. اراده ورغبه ومصلحه. يتخلص من هذا العبء اللي مدخله في دوامه مش هتخليه يفكر في لائحه. انا ازاي هفكر وانا عمال اتشتم طول النهار في الاذاعه والتلفزيون والجرايد، وانا مطلوب مني ان انا اعمل لائحه اغير بيها لائحه النظام الاساسي في اتحاد الكوره؟ ده مش كده، واللائحه الاولمبيه ومش عارف كده. هفضل ازاي؟ الناس المره فاتت شفت الكابتن محمد فضل بيدافع عن نفسه في التلفزيون زي ما يكون متهم. يعني ما هو انت اخرج اكبر، مش اخرج اكبر بمستوى بالظبط، وخلي اللجان تحتيك تشتغل في الحاجات اللي انت عايز تعملها. لا وكمان محدش هيعمل التكليفات اللي موجوده في الاتحاد الدولي. اذا اتعملت تغيير اللوائح وتغيير شكل الجمعيه العموميه، ودي ليها كذا طريقه لتغيير التنقيه، بس لازم يبقى لك علاقه بالجمعيه العموميه صحيحه وحلوه. ما انت مش هتقول الناس كرهاك ومش قبلاك وانت عايز تغيرهم وتشيلهم كمان. مش هيحصل. على فكره لا، على فكره قبل ما تيجي اللجنه الخمسيه كان في تحرك جاد جدا من اعضاء الجمعيه العموميه، كانوا هم خلاص يعني خدوا وعد وراحوا للوزير وثروت سويلم، الاستاذ ثروت سويلم يعني كان خدوا قرار ان هيعملوا اجتماع عشان يدوا توصيات من الجمعيه العموميه عشان تعديل اللوائح، وكان في مشروع. هو اصله صعب، يعني صعب، يعني اقصد في مشكله وحيده ان الجمعيه العموميه اللي احنا بنتكلم عليها ال 243 نادي على ما اعرف 200 وكام دول، 230 كانوا 43 او 40 بقوا 200 شويه لاسباب فيها مصلحه في الانتخابات. صحيح. صعب انك تعرض على نفس الجمعيه 243 ويقول انا هشيل منكم 200. طبعا انا بيتهيألي يعني صعب، لكن سهل او مش سهل يعني تعتمد معايير. في معايير يعني. أيوه. ايه يعني انا لو انا جيت قلت انت راجل زي ما بيقولوا ما في مراكز الشباب، انت مساهم بايه في الكوره؟ انت مساهم بنادي بيلعب في درجه إيه؟ يبقى ليك بونت. وانت ليك بونت. والمعايير الاخرى بقى كام نادي بيلعب في كل حاجه مثلا؟ نقول مثلا معايير تخلي مثلا الاهلي الزمالك ليه 500 بونت. صحيح. وهو ليه بونت. ممكن اخلي ال 243 بس المعايير تخليني لما يجي يعمل انتخابات الانديه اللي عندها كوره، ما بقولش الكبيره، اللي عندها كوره يعني ممكن ام بي. انا راجل كنت ماسك نادي ام بي وبقول لك انه عنده الامكانيات اللي يدعم الكوره سواء قطاع ناشئين سواء 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 ياخد حقه في نقط. ما انا مصلحتي اما قدر اسهامك مصلحتي ان الكوره تبقى احسن حاجه في الدنيا لان انا بساهم فيها بقدر كبير. فبالتالي لو انا عملت المعايير دي ممكن جدا يفضل 243 نادي ولا 240 نادي، ولكن في واحد بياخد ليه صوت او يعني بوينت في الصوت وده ليه 500.
وده ليه 300 برنتين الى اخره. عارف انا حاسس بايه؟ حاسس ان احنا هنفضل ندور في هذه الحلقه المفرغه طبعا، لان ما لناش قرار. لا، لان ما لناش قرار اصلا، لان واضح ان القوى التي المناوئه هي عندها الباور وعندها القوه وعندها ولها تواجد حتى في الاتحاد الدولي. يعني انا لما الاقي مجلس اداره الاتحاد استقال وبعدين رئيسه هو المكلف بانقاذ الكره المصريه، فهو اللي بيتصدى وبيرشح ناس وبيعمل انترفيوهات. والله انا كان في دماغي ساعه لما سمعت الموضوع، قلت هي احنا كحكومه يعني كرياضه مصريه خدت موافقه من الاتحاد الدولي انها تعمل اللجنه لمده سنه، وساعتها طرقت اسماء. انا يعني قلت كويس يا ريت الاسماء دي تشترك. ده احنا هنا قلنا رؤساء اتحاد سابقين وخبرات زي حضرتك وخبرات زي تعرف حضرتك وزراء سابقين، لو دي اللجنه هتغير اللوائح وهيقدر عنده غير كل حاجه، عنده الباور كمان. صحيح، لما تحصل مشكله ملاعب زي اللي فاتت دي يحلها فورا، مش هاخد الجواب واديه للنادي. يعني انا وصل بينا الترشيحات يا فندم هنا، حاول مشكله. صحيح، وصل الطموح هنا ان احنا قلنا عايزين حد يرقص دي على شاكله مثلا المهندس ابراهيم محلي. يا ريت. يعني انا كان تصوري ان الليله ان المساله بالاهميه دي المهندس ابراهيم محلي لما هيلاقي في مشكله ومنطقيه والناس كلها عارفاها انها صحيحه ويكلم، هيكلم جهات وهيسمع صوته بالشكل طبعا اللي يقدر ياثر. لكن انا لو جبت حد مهما كان شاطر ولكن اتصالاته مش بالحجم ده، وكمان تعاملاته انه مثلا زي ما بقول لك بيقول لي ما فيش ماتش بكره، انا ممكن اروح اقول له انا عندي مشكله، انا عندي جماهير هتعمل مشكله، نحل المشكله بينا، يعني نتفق على حاجه من تحت الترابيزه، يعني تحت مش تحت الترابيزه اقصد يعني في الكواليس نحل، ما تحطنيش في هذا الموقف، المشكله تتحل قبل ان تبدا. انا كمان جامد يعني صحيح، اقدر اعرض وجهه نظري بشكل تخلي الناس تفهمها، لكن ما اروحش انفذها. يعني انا الماتش بتاع المقاولين يعني والزمالك اللي فات ده، انا بقيت بستغرب، هم اصدقائي الحقيقه بتوع المقاولين، يمكن اتكلمت مع بعضهم، يعني هو ازاي اكون انا قاعد كده في امان الله ويقول لي انت هتلعب مش هتلعب ده وهتلعب ده، وما جابلوش واحد هيلعب، كان هيلعب اسوان، قال له هتلعب الزمالك قبلها ب 48 ساعه ومن غير ما يتصل بيه اصلا، يعني ما كلموه، يعني حتى ما كلموش حتى ولو بمجامله. يعني طب معلش يعني ايه، تعالى على نفسك شويه، عشان احنا مزنوقين واقبل ده. ف يعني انا بعتقد انها ما زالت مشكله اداره ومشيت مشكله اراده ورغبه في ان يبقى في حاجه زي ما احنا بنقول كده زي انجلترا وزي مش عارف ايه. طب مش غريبه برضو ان احنا مش سامعين حاجه خالص؟ احنا جالنا جواب في النادي الاهلي، والنادي الاهلي رشح حتى قدم ترشيحات، وكان الاستاذ ثروت سويلم قال انا ما جاليش ردود غير من ثلاث انديه. ايوه بالظبط. هيجي لك ال 12 13 اللي بعدين بواحد. لا، هو اصلا مش انتخابات حتى بواحد، دي مش مرحله انتخابات لسه. انت ترشح كوادر وبعد كده يخشوا وانت تنتخب اللي انت عايزه جوه. لكن هي دي مش يا ماشي واحد. لكن الفكره مش كده، الفكره النهارده الاتحاد الدولي اللي هو يعني بيستثنيني كل سنه وبيقول لي يا اخينا انت ما بتعملش ليه رابطه الانديه، اصبح هو اللي بيدير، هو اللي بيدير الاتحاد الدولي من خلال اللجنه دي، هو اللي بيدير. فما انا مش متخيل ان تنتهي مده اللجنه من غير ما تتكون رابطه الانديه بصلاحيات كامله مش بتوصيات، ومش متخيل ان يتقال اوقفوا النظام الاساسي وما يتعملش نظام اساسي، وعشان يتعمل نظام اساسي مفروض يسبقه هيكله للجمعيه العموميه. مش سامع حاجه عندي في الاخر كده، تشعر ان ده ممكن يتم ولا مش ممكن؟ حاليا صعب، لكن انا بقول لحياتك لو دلوقتي في ناس قبلت من الناس اللي بتعمل لوائح وتعمل، بس لازم برضو اتصال بجمعيه العموميه. ايه صعوبته؟ نعم؟ ايه صعوبته، الوقت ولا الاراده؟ اللي جاي؟ لا، بتقول دلوقتي صعب. صعب لان مفيش الوقت ولا الاراده؟ اراده الكفاءات اللي تعمل الموضوع مع الوقت. لا، ما هو مش مطلوب منهم هم اللي يعملوا. لا، ما انا بتكلم يعني هو دلوقتي لازم يعمل لجنه فوريه دلوقتي، اللي يرضى من يعني ان شاء الله يوافق من هو يعمل اللوائح دي،
ويبتدي كمان يعني مفيش داعي للشغل من يعني من تحت، يعني مفيش مانع انه يبقى دايما في حوار في الموضوع، حوار مفتوح عشان ما نجيش في الاخر تترفض ويبقى في ناس وتقعد تقول حاجات غلط تهاجم وتطلع حاجه تطلع عندها حق فيها يعني. فمفيش مانع ان يبقى الموضوع ماشي زي الحوار كده الرياضي بقى على اللي بيتم من تعديلات، ودي لازم تعملها لجنه متخصصه مش الاتحاد، مش نفس اللجنه الخماسيه. لا، اللجنه دي بترسم سياسات يا فندم مش تنفيذيه. ما هي بترسم سياسات من ضمنها انها تعمل لجان برضه. طبعا ما هي سياسه بقرار. هم لو قرروا مثلا تشكيل لجنه لتنقيط جداول الجمعيه العموميه وضع المعايير نبدا نبتدي. ده اجتماع الجمعيه اللجنه الاولمبيه ابطلته لانه تم دعوه انديه ما هيش اعضاء او المفروض تتشال، يعني في 12 نادي وجهت لهم الدعوه بدون وجه حق فابطل الاجتماع. طيب يعني احنا بنتكلم يعني نزلنا عايزين ننقل جمعيه. احنا بنتكلم برضه في نفس المشكله السابقه، يعني نفس المشاكل السابقه تقريبا بالظبط. يعني نفس احنا ماشيين في نفس الاتجاه، ولكن بدل كنا 11 عضو بقينا خمسه. بقينا خمسه. يعني انا مش عايز كيف ترى يعني. كيف ترى نخرج بقى من اخيرا كيف ترى الخروج ده منه ازاي؟ من الخروج من الموضوع ده. زي ما بقول لحضرتك اللجنه الخماسيه وكيلت ليها مهمه، انا شخصيا من بعد رغم كل اللي حصل انا اول مره اتكلم في الموضوع ده. الا مع اصدقاء يعني مقربين شويه، لكن اول مره اتكلم في الموضوع ده، لكن اول ما حصل انا هنيتهم وقلت لهم بالتوفيق نبتدي نشوف، يبتدي من دلوقتي يشوف ايه اللي مطلوب يتعمل في التكليفات، حتى لو عمل في التكليفات هو مظبوط بس يعملها بالشكل اللي يبقى قابل للتنفيذ، لجان في كل المجالات، ويترفع عن ان هو يبقى مشارك في الحاجه زي موضوع الرابطه، ويعمل الرابطه يعني من ضمن اداره المسابقه الرابطه. ما دي هام كبير عنده ويحدف عليهم، واللوائح فيها لجنه كبيره من ناس يعلن عن اسمائهم، ناس يعني الناس كلها تقتنع ان لما يغير في لائحه او يحط معايير جديده الناس هتقول له حاضر، ويبتدي يعمل لجان متخصصه في كل حاجه موجوده عشان يخلص التكليفات اللي عنده، والناس تحس بهذا الكلام. لكن الناس اللي حاسه بيه دلوقتي هي المشاكل فقط، مشكله ملعب، مشكله مباراه، مشكله كده، وبعدين بيحصل انا يعني لو منهم ممكن يجي لي احباط بالهجوم لان انت داخل في التنفيذ. يعني انا لو منهم هجي لي احباط. وعلى فكره ممكن بيتظلموا ساعات طبعا، لان ما في حاجات ما مش عارفين يعملوا فيها ايه يعني، او مش هم اصحاب القرار فيها وبيتحملوها يعني. يعني الحاجات الامنيه دي ما هو ملوش دعوه فيها ما هو لو ادير بقى الملف حاجات امنيه وبعدين يجي يقول لك الانديه هي اللي تجيب الموافقات الامنيه، طب انت ما شاركتنيش في المشكله، انت جيت بلغتني. يعني لما يجي لي جواب امني انا بس ما بسمي يعني ما بنصحش بان انا يعني اقول املي اراء يعني بالظبط، مش عايز املي اراء يعني، لكن انا بقول لك لو انا جاي انا مسؤول وجالي جواب امني بيدي موقف زي اللي حصل كده في الماتشات اللي فاتت، جيب الانديه المعنيه وده انا هروح لهم. انا هروح له بالليل الساعه 3 بالليل. اقول له تعالى نقعد مع بعض احنا الثلاثه، واللي يرفض بعد كده بقى لما يتحصل عليه حاجات ما يقدرش يتكلم، وهعلن ان انا عملت كده. احنا بنقعد نحل مشكله، انا عندي مشكله اهي، هنحلها ازاي؟ نقول راينا ان احنا كلنا مسؤولين، ما هو الناس دي كلها مسؤوله، الناس كلها بالظبط يعني ما فيش حد. لكن انا وجالي جواب امن اروح اعمل له جواب مرفق بعته للنادي الثاني واقول له خلاص اجلنا المباراه، بتحصل مشكله لازم كان يحصل فيها اتصالات، موضوع المقاولين كان لازم يحصل فيه اتصالات، اي مواضيع بتحصل أسوان. دلوقتي في مشكله اسوان لازم يحصل فيها اتصالات. اذا الامر واضح جدا، المهندس ماجد نجاتي بكل هذه الخبره وبهذا التداخل في هذا الملف شايف انه نقطه الخلاص منه على اللجنه الخماسيه المسارعه بتشكيل لجان مختصه رفيعه المستوى والخبره لانجاز المهام المطلوبه بالظبط، وعلى راسها رابطه الانديه المحترفه اللي حضرتك متفق معانا ان هي دي نقطه الحل الكبير لأزمة الكرة، على ان يبدأ هذا الامر من الان. طبعا ما هو احنا في الكلام فاضل 8 شهور على الميعاد اللي هم قالوا عليه صحيح نهاية يوليو، يعني من ضمنهم 3 شهور انتخابات تقريبا. بيدير الانتخابات في اخر 3 شهور. طب بسرعه كده بقى قبل ما اللقاء الساري قوي ده الله يخلي حضرتك الحقيقه مشكله ثقيله طبعا. رايك كيف في المشهد؟ بكره في المنتخب الاولمبي، النهارده كان في مباراه لمنتخب مصر،
الليله الكرويه عندنا ماشيه ازاي؟ لا انا فرصها ايه؟ امبارح انا بالبلاد ماتش النهارده ده انا اتكلمت فيه ان هو يعني خلاني حولت القناه مش لاني ما بحبش الكوره يعني زهقت من الكوره، لا ده انا اتضايقت. ما قالتش جدول لكن الحته من اللي حصلت الأولمبي. بتاعت ايوه الحته الحكايه بتاعت لعيبه بيراميدز دي يعني ما اعرفش حياتك هتوافقني ولا لا، لكن انا بقول دلوقتي هو مين اللي غلط؟ اللي غلط هو نادي بيراميدز، اداره نادي بيراميدز طبعا. اللعيبه ذنبهم ايه؟ ما فيهمش ذنب. طب هو الاول نادي بيراميدز غلط؟ انا بيتهيألي لما الاهلي يبعت والزمالك يبعت وده يبعت وهو ما يبعتش، هو دي لوحدها غلطه. يعني انا اقصد اذا كلنا اتفقنا على منطق هنعمله، لكن النادي دي الانديه دي بعتت، هو ليهم منطق قانوني سليم. انا اصغر من ان انا امشي بالطريقه دي برضه. يعني انا مش هحط املي شروطي على المنتخب. ثانيا السبعه اللي ما راحوش دول انا شايفهم لعيبه ما لهاش دم في الموضوع خالص. يعني انا كابتن حسام بدري كده حرمهم من حاجه اكنه بيعاقب بيراميدز. بيراميدز مالها عملت ايه؟ حصل لها ايه يعني؟ ولا حاجه. لا اتحاد الكوره اللجنه الخماسيه تدي غرامه لبيراميدز ولا تجتمع مخصوص عشان تدي له غرامه؟ هيقول لك عندي باعتبار الفيفا ملتزم بمواعيد. ادي منتخب، ما هو المنتخب دول فيه سبعه، دول سبعه من ضمنهم ناس انا اعرفهم على مستوى عالي جدا. كان محتاجهم النهارده. طبعا شكل المنتخب مش حتى لو مباراه وديه، زائد ان كمان بيراميدز انا عاقبتها بايه دلوقتي؟ لا ضايقته؟ لا ازاي اللعيبه قاعدين؟ لا يا ماجد بيه هيضغطوا عليه اللعيبه شويه. طبعا ماشي طبعاً. بس برضه اللعيبه ما هتظلمت. ما هي اللعيبه اتظلمت، اللعيبه مش اللي غلطت، لكن بس انا عاقبت اللعيبه. انت عاقبت اللعيبه اذا كان الحرمان من منتخب مصر هذا معنى نبيلي. لا معنى مش كده بس، ده خبرات يا ماجد بيه وتسويق واسم طب ما هو لا كده يبقى كده برضه بيراميد هيدفع الثمن ده؟ لا مش بيراميد، لكن انا بتكلم في ايه؟ هل بيراميد لما يقول يا جماعه تعالوا نراعي الاجنده الدوليه وتعالوا نراعي اصول، ما هي الناس دافعه فلوس كتير وعايزه تستفيد من لعبتها لان انت برضه خلي بالك سعادتك، يعني هو الاهلي والزمالك وبيراميد مش هيدفعوا فاتوره ان لعبتهم اتسحبت منهم في الفتره دي وهيرجعوا على ماتشات على طول؟ ايوه بس برضه حضرتك يعني احنا صحيح النادي عنده لعيبه كويسه ومستقبله وبيلعب كويس في الدوري وليه مستقبل ان شاء الله يبقى يعني في ترتيب كويس كل حاجه، بس الحته دي مش ياخدها هو يعني. طيب مش عشان حاجه، مش عشان بقولش كنت اتمنى ان يحدث تعاون اتصالات حتى بقى هي نفس الفكره اتصالات وشاف اللعيبه مالهاش ذنب ابدا. طب هم مالهمش ذنب؟ لا وبعدين دي بالنسبه للعيب، انا اتقيدت في منتخب مصر فتره من كذا لكذا، دي حرام. طيب وبعدين انا مش شايفهم متعاقبوا، نادي بيراميدز ما تعاقبش. على الصعيد الثاني المنتخب الاولمبي بكره يبدا تصفياته لدوره طوكيو ان شاء الله في مواجهه مالي. كابتن شاوي غريب النهارده استبعد للاصابه للاسف طاهر محمد طاهر ومحمود مرعي وضم ناصر منسي ومحمد صادق. حضرتك شايف البطوله في مصر ازاي؟ والله انا يعني العناصر اللي انا شايفها في المنتخب الاولمبي شايفها واعده جدا. يعني انا شايف الناس اللي بتلعب دي تقريبا هي اللي بتمتعنا في الدوري يعني. كتير منهم يعني هم نجوم الدوري، هم نجوم الدوري المصري. كابتن شوقي غريب طبعا ثقتنا فيه في منتخبات والكلام ده عاليه جدا، وهو خد مركز ثالث في 2001 كاس العالم. فاحنا بنتكلم ان انا عندي الفرصه وعندي واللعيبه اكيد باصه للي حصل قبل كده في الدوره اللي فاتت بتاعت افريقيا ولا يمكن هتدخل في تكرار لهذه هيبذلوا كل ما في وسعهم. يعني انا في رايي ان احنا سهل ان احنا ناخد بطوله على ارضنا. العناصر اللي انا شايفها دي بالكابتن شوقي غريب وطبعا الجهاز اللي معاه، ونتمنى خير. ما احنا المره اللي فاتت كنا في دوره افريقيا الحقيقه. طبعا يعني أنا رحت ما ينفعش يعني نخرج كل مره نشيد بالتنظيم وبعدين ما عندناش احنا دلوقتي مؤشرات يعني. النهارده ما عندناش مؤشرات تقول ان هو ممكن يجي له ازمه او انه يتعرض لحاجه الا الاصابات، ربنا يحميه منها. لا ربنا طبعا يعني دي حاجه. باشمهندس احنا كنا سعداء جدا بهذه الاستضافه الثريه زي ما المهندس عادل قال. خلي حضرتك سهرناك معلش. لا بالعكس انا بس انما يعني ما كانش ينفع ما نسمعش رايك وانت في مطابخ
كثيره. الله يخلي حضرتك، انتوا انتوا اللي يعني ارائكم الحقيقه اللي انا بسمعها كل يوم يعني. ربنا يخليك. انا النهارده بحس عارف اللي بيقولوا وضع بين شقي الرحم. لا بس انت فيروز اهلا بيك، بنشكر حضرتك جدا. الله يخلي حضرتك. كنا سعداء بكل ما طرحته من اراء، ونامل ان شاء الله في اللجنه الخماسيه ان هي تصغي الى كل هذه الاراء المهمه الحقيقه. ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقهم يا رب ان شاء الله، لان هي مسؤوليه كبيره باذن الله. ليس لنا غرض في النهايه من هذا الحوار وهذا اللقاء وغيره الا مصلحه الكره المصريه، وان نقدم بقدر الامكان ونلقي الضوء على المشاكل لإيجاد الحلول، ليس لنا مطالبات أخرى. أرجو أن يفهم ذلك بالنسبة لي بالذات، لأن أنا لنا إعلامي ولا أنا، ولكن أنا محدش خد فكرة هجوم، لكن بخبرات وبتجارب كبيرة وكلهم نأمل إن هم يستفيدوا. ولا هي الفكرة، أنا بطرح اللي حصل، ما بقولش يا آراء كده اللي حصل، وبنحلله بس إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا للمهندس ماجد نجاتي، رئيس شركة أو رئيس مجلس إدارة نادي إنبي السابق، ونائب رئيس شركة إنبي السابق، ورئيس شركة بتروسبورت، على كل ما قدموا من آراء مهمة. نأمل إن شاء الله أن هي تكون محل اهتمام من القائمين على الكرة المصرية. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل من مشاكل الكرة إلى كوبري إيهاب أمين ومشاكل السلة. بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. هي دي أحوال الرياضة في مصر، نطلع من مشاكل الكورة واللجنة الخماسية وتغييب رابطة المحترفين علشان نوصل لكوبري إيهاب أمين وكل مشاكل اتحاد السلة، ومباراة تفجرت فيها كل هذه المشاكل وانتهت إلى قرارات عقابية النهاردة ساوى فيها اتحاد الكورة باشمهندس بين الجاني والمجني عليه. اتحاد كالعادة. السلة كالعادة كالعادة لا يمكن لا يمكن إنك في مصر تيجي تتكلم على خطأ الا ما تقول الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك، زمالك والاهلي، الاهلي والزمالك. يعني انا اول مره اشوفها قدام الناس كلها. فرقه بتحاول تفسد المباراه من منتصف الشوط الثالث تقريبا. واكثر من مره. ايوه. وبتتزرع بان 50 واحد، وكان تقعد تعد في المدرجات لما يبقوا 55 ولا 52 وقف المباراه. ال 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 القاعه دي ساعتها 1800 كرسي الصاله. 1800 كرسي، واضح ان ما كانش فيها الكثافه اللي تخلي ان لازم الماتش يوقف، ولا السلوك طول المباراه اللي كان راقي جدا جدا اللي يستوجب. شايف سمير يعني حاجة، بص عملاق وبدراعه كده بيطيح بالناس، الراجل ده اتغرم 10,000 جنيه. طيب خلينا نقول القرارات اللي طلعت قبل قليل. قرارات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة، إيقاف عصام عبد الحميد المدير الفني للزمالك 4 مباريات وتغريمه 50,000 جنيه. إيقاف وائل بدر المدرب المساعد في جهاز الزمالك 2 مباراة وتغريمه 15,000 جنيه. إيقاف هيثم السحارتي لاعب الزمالك 2 مباراة وتغريمه 50,000 جنيه. إيقاف مصطفى محمد وشهرته كيجو لاعب الزمالك 2 مباراة وتغريمه 30,000 جنيه. إيقاف إسلام سالم لاعب الزمالك 1 مباراة وتغريمه 10,000 جنيه. دي عقوبات نادي الزمالك. بالنسبة للنادي الأهلي، قرر الاتحاد إيقاف لاعب الأهلي إبراهيم الجمال وأحمد إسماعيل 2 مباراة لكل منهما، مع توقيع غرامة على الجمال 40,000 جنيه وعلى إسماعيل 30,000 جنيه. الاتحاد كمان عاقب سمير جودة مدرب الزمالك بغرامة مالية 10,000 جنيه، ووسام عماد لاعب الزمالك 5,000 جنيه. وقع الاتحاد غرامة قدرها 2500 جنيه على لاعب الزمالك عمر هشام وأدهم عصام وأحمد حاتم وكريم الدهشان ومحمد مصطفى وسامر عيسى وأحمد جمال وهيثم عبد الحميد. عاقب كمان بنفس الغرامة اللي هي 2500 جنيه لاعب الأهلي محمد الجرحي وأيمن شوكت ومحمود زيات ويوسف المعداوي وحاتم حسام. قرر الاتحاد كمان توقيع غرامة على الأهلي قيمتها 20,000 جنيه لإخلاله بالعدد المتفق عليه في الاجتماع الفني الخاص بالمباراة. وقرر الاتحاد نقل مباراة واحدة للأهلي خارج ملعبه بمقر النادي بالجزيرة، مع اختيار الاتحاد بالملعب
قبل موعد المباراة بثلاث أيام. دي القرارات. واضح فيها إنه يعني كان بيحاول يجر الرجل الأهلي في العقوبات عشان ما حدش يقول له اشمعنى. لأني لا أتصور إطلاقا. كلنا شفنا مين اللي جري وحاول يعتدي بشكل جماعي من أول الكوتش لأصغر لاعب مرورا بالإداريين المدربين المساعدين، ومين اللي كان في حال الدفاع عن نفسه، بدليل إن كل الأحداث في تلت ملعب النادي الأهلي. وهجيبها لك واحدة واحدة بالفيديوهات المثبتة اللي راحت لاتحاد السلة اللي المفترض شافها قبل ما ياخد هذه القرارات. شوفوا مثلا مخالفة عضو مجلس إدارة الزمالك للوائح لنزوله أرض الملعب أحمد عادل عبد الفتاح. إزاي يعني؟ بأي حق؟ هو مش عضو في الجهاز الفني، مش موجود في السكور بتاع المباراة، ويتعامل مع التحكيم، بيتعامل مع الحكام في أرض الملعب بأنهي صفة؟ مش مفهومة، مش مفهومة لائحيا وإداريا، مش مفهومة. أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي اللي موجودين في المدرج بيتكلموا هم في المدرج، إذا كان الأستاذ العمري يعني فاروق أو كل الناس اللي موجودة، محدش تدخل ونزل الملعب وتعامل مباشرة مع الحكام. سباب المدير الفني لنادي الزمالك لإبراهيم الجمال لاعب الأهلي، اتفضلوا اتفضلوا. هو مين اللي راح لمين؟ فلما يجي يدافع عن نفسه او يعني راجل اهو لما يجري عليه لانه اتشتم شتائم مقززه جدا 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 خارجة جدا والفاظ خارجه لحساسيات تتعلق بالمنتخب قبل كده. ممكن احكي الخلفيه دي؟ قول اتفضل. بص الجري، بص الاندفاع، بص الاندفاع اهو. طيب اللاعب الامريكاني خد، لي بالك، خد الكره ورايح يلعب، ما كانش شايف ان في مشكله لحد ما لقى زمايله راحوا، زمايله وكله فين. مين اللي رايح لمين؟ ايوه، مين اللي رايح لمين؟ الجمال لماذا حدث احتكاك من كابتن عبد الحميد عبد الحميد؟ وانا واحد من الناس اللي كنت منبهر جدا بهذا المدرب، كنت اراه واحد نتائجه الايجابيه، شوف ما حدش قاعد على الدكه، كله جري ونزلوا من المدرجات كمان، وستر ربنا وانضباط النادي الاهلي ان جمهوره ما نزلش. كان ممكن ينزل وادي الدايره، لا اعتداء على فرض الامن. اللي حصل في تجميعه المنتخب من كذا شهر، كان في ماتش مصر وتشاد، في لعيبه من الجزيره، لعيبه من الاهلي او لاعب من الجزيره اللي هو الكابتن الجندي، وكابتن الجمال من الاهلي، ولاعيبه من الاتحاد السكندري، ولاعيبه من الزمالك، ما راحوش المنتخب بداعي الإصابة. لما خسر الكابتن عصام عبد الحميد كان هو المدرب، لما خسر متشاد وتعرض للهجوم الشديد، رجع قبل كل الاعتذارات ما عدا اتنين لعيبة، الكابتن الجندي والجمال، واتغرم الجمال 60,000 جنيه. إذن هو متحامل من داي وان، وشاف ان الجمال خزل وما راحش، فلذلك راح للجمال لما حصلت المشكله، راح للجمال، ما راحش حتى لاب امين. الجمال لا رقص ولا عمل ولا تهجم عليك ولا عمل اي حاجه، راح سب وباقزع الاسباب بسبب وفي العرض وفي الشرف وفي كل حاجه. لذلك تجد لأن مثبت الراجل الطويل ده اللي بيحوش ده، ده واخد تاني أقوى عقوبة، ده متغرم 30,000 جنيه وماتشين، يعني حاجة غريبة جدا. ده كابتن السحارت اهو، أعتقد ده وائل بدر، يعني ناس كلها كنت يعني تشوفهم كانوا
لعيبه كبار ولعيبه كبار ومحترمين في الملعب، ما امرش منهم هذا كلام. لذلك انا كنت شايف ان النيه كانت مبيته من نص الشوط الثالث والرابع ونهايه المباراه لافساد المباراه. اذا ما هيش قصه كوبري ايهاب امين، مش ده الموضوع. يا اصل كوبري ايهاب امين اولا ده في الثانيه الاخيره يا استاذ ابراهيم. اه عندنا ضروري الـ 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 الكلام اللي نعرضه. ايوه كوبري ايهاب امين دي في عرف كره السله اهانه ولا مهاره ولا يعني تعتبر سلوك غير رياضي؟ هنجلها لكنه شايفين محاولات الاعتداء. اول ما بدات محاوله الاعتداء على ايهاب امين بعد الكره مباشره، وبعد كده يختلط الحبل بالنابل للاعتداء على كل لاعيبه النادي الاهلي. طيب مين اللي بيرمي الازايز؟ وعلى حتى رجال الامن. مين اللي بيرمي الازايز؟ حاجه غريبه. ولاعيبه الاهلي هي اللي بتهدي. يعني انت هتلاحظ في كل اللقطات اللعيبه اهو. والكراسي اترمت منين؟ اتفضل. اتفضل اهو. ولا خدوا عقوبات. شوفوا انا عايز اعرف هو 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 لا احمد سالم لاعب النادي الاهلي خد 30,000 جنيه ده عقوبته انه رفع كرسي رجع 10 كراسي اترموا عليهم. اهي وراحوا اشارات نبيه للجماهير. لا 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 يا كابتن محمد عبد المطلب الذي اقدرك كثيرا، كنت موجودا وكنت شاهدا، ما ينفعش ان العقوبه تطلع بالمنظر ده ابدا ابدا. ويعني ان يقال ان ابن الكابتن فريخة رئيس الاتحاد الراجل المحترم قوي ده بيمرن ناشئ الزمالك، يعني ما ينفعش والله، والله ما ينفع يا جماعه، ولا يحدث في اي حته في العالم الكلام ده. عايزين نشوف بقى، عايزين نشوف الفيديوهات يا استاذ ابراهيم. طيب في يلا كوره ايهاب امين قال لنا اللي انا عملته ده بيحصل في دوري السله الامريكي، وان انا مندهش من رد الفعل، وقال كده وكل حتى الرياضيين قالوا ده. الكابتن محمد عبد المطلب نائب رئيس اتحاد السله تحدث لقناة صدى البلد وكلامه مهم جدا نقف فيه عند أكتر من نقطة هنسمعه. أحط الأمور بس إيه في سياقها. تمام. اللي حصل كان فاضل 3 ثواني أو 4 ثواني، الأهلي متقدم 12 نقطة، يعني المباراة انتهت خلاص تقريبا. كويس. لاعب من النادي الأهلي بدون بقى ذكر أسماء عمل كورة الناس كلها عارفة. شافها بعض لاعبي او بعض افراد فريق الزمالك ان فيها اهانه او تقليل او استهتار او عدم احترام، فحصل ان لاعب جري وراه كويس واندلعت الاحداث، الفريقين بقى بالدكه بالكل اللي في الملعب نزلوا دخلوا على بعض كلام واشتباكات، يعني تجاوزات، مش هقدر اقول خناقه. تمام. في احتكاكات حصلت وفي كرسي وكرسيين اترموا من هنا، في ازايز ميه اترمت من هنا، وحصل تداخل ما بين الفريقين، احنا بنقول عليه شجار. كويس. لكن تم في المرحله الاولانيه دي ان الفريقين ابتعدوا عن بعض، العقلاء تدخلوا، الامن تدخل من بره الصاله او من داخل الصاله، والدنيا اتلمت ومفيش مشكله. وبعدين مره ثانيه او مره واحده احد لاعبي النادي الاهلي برضو اندفع ناحيه جمهور او دكه نادي الزمالك، تهجم على الناس هناك. فالاشتباكات دي او التجاوزات دي او الاحتكاكات دي رجعت ثاني، برضو العقلاء تدخلوا ولموا الموضوع والموضوع انتهى. النادي الاهلي بالامن بتاعه عملوا حاجز ما بين الفرقتين، كل الحضور اللي في الملعب كله طلع بره الصاله، الموضوع الناس مشيت كلها، احنا كنا موجودين لغايه الاخر. طمنا. اهم حاجه بالنسبه لنا يعني اهم حاجه بالنسبه لنا اولا ان ما حدش يجرى له حاجه. أيوة. دي اهم حاجه بالنسبه لنا، قبل بقى مين يكسب ومين يخسر مش هذه القضيه. طبعا. دي رياضه، ايا كانت نتيجتها. الزمالك يعني النهارده الزمالك خسر، بس الاهلي الزمالك بطل الدوري، الاهلي لسه قدامه قياس، الله اعلم هيكسب ولا لا. أيوة. فدي مباراه وانتهت. يعني برضو ادهشني جدا ساعه ما سمعت الكلام ده، عرفت انه عايز يعاقب حد من الاهلي. قال لك فوجئنا بلعيب من النادي الاهلي مندفع ناحيه اللي هو الجمال، اه اللي راح تسبله
بكذا وكذا بالأب والأم والعرض والكلام ده من مدرب الاتحاد، من مدرب الزمالك، اللي هو مدربه السابق في المنتخب، اللي هو مدربه السابق في المنتخب، اللي عنده مشكلة ولم يتقبل اعتذاره للإصابة. طيب بص يا باشمهندس، ادي اللقطة بتاعت إيهاب أمين مع مشعل يعقوب. اوكي طيب بصوا يا جماعة، هو فنيا دي ترقيصة لمهارة في الباسكت. لعيب الكرة، لعيبة كرة القدم لما بيحب يخلص من منافس بيشمسه بيعدله فوق دماغه. خلينا في الباسكت، في الباسكت مش هيقدر يشمسها له. لا يا سيدي لا، في الباسكت والنبي يا استاذ. فدي المحاورة الطبيعية المهارية الطبيعية اهي ها. وعلى رأيك الراجل التاني الاجنبي بتاع الزمالك راح يلعب. شوف استاذ ابراهيم اتفضل، في الباسكت بول الدنك ما يعتبرش استهانه بالخصم؟ اعلق الكوره والف واحطها ورا ظهري، لو خدنا بقى بان ما يعتبرش يعتبر استهانه بالخصم. مهاره تفويت الكوره بالظهر وان انا ارقص اللعيب والف والف من حواليه واحطها واروح له، اللعيب الزمالك نفسه فضل يحطها بالرجليه ورايح للعيبه الاهلي، دي مهارات كره السله. ولو عندنا اللقطات في الدوري الامريكي هنجيبها هتشوف ما هنجيبها ليها سبب. إيهاب أمين كان يلعب في الدوري الأمريكي، جاي من الدوري الأمريكي، متعلم هناك. شايف المهارات دي وشاف. أنا هسألك على قصة ضمك لإيهاب أمين لأن دي مهمة. يعني لا، الجزئية دي ليها علاقة بالمهارة دي. هو اتعلم الكلام ده هناك ونفذه. يوم النهاردة نقول له إيه؟ أهو أهو. بص دي السنة اللي فاتت ستوجلين لعب الزمالك. بص بقى ستوجلين، شوفوا بقى يا جماعة اللي اعتبرته الكوبري بتاع إيهاب أمين عيب وخرق للمبادئ وإهانة. والفرق 22 بونت للزمالك. بس ستوجلين لعب الزمالك السنة اللي فاتت ولعب، جاب بصوا بيعمل إيه في وسط الماتش. اتحاد السلة اتكلم، الناس اللي غدت الحساسية دلوقتي نقحت قوي وبدأت شايفة إن الكوبري إهانة واستهانة. هل دي مهارة؟ حد اتكلم في دي؟ بص يا أستاذ إبراهيم، اصل دي مهارة باسكت، التانية لا، دي مهارات الباسكت، انك لما تجيب باسكت حلو انزل العب ثلاثة ضغط. دي بتريق براحتك، دي في اللايحة. انما التانية انك انت تلف وتراوغ وتعمل، لا ما تعملش كده. اهو بص طيب، ادي الدوري الامريكي اللي انت سألت عليه. اتفضل، ما جريش وراه ضربه ليه؟ اتفضل تاني. اتفضل ما جريش وراه ضربه ليه؟ وراح بصيها للي وراه والتاني عامل دنك. الله، هنقول ده استخفاف اهو. ها الراجل ابن ثقافة هذا الدوري، ده كوبري امريكاني مش كوبري مشعل. ايه بلاش بقى لعبتنا تتعلم المهارة دي، ولا من مصلحتنا لا نتعلم يعني مهارات اللعبة. وبعدين لما نربط كل حاجة بكرامتنا، انت عارف اللعبة دي لولا تهاجم لعيب الزمالك والأزمة اللي حصلت هم احرجوا مشعل. اللعبة كانت مشيت عادي وخلاص وانتهى والماتش صفر وخلصنا. ولا حد كان هياخد باله غير انها لعبه مهاريه. انما انت ربطتها انها بقت اهانه. طب يجي يعملها حد بعد كده، هتحسب عليه تكنيكال فاول ولا هتعمل ايه؟ يعني ازاي انت بتعلم لعبتك بتبعتهم امريكا في احسن بلد في العالم عشان يتطوروا، ولما يتطوروا تيجي تحاسبهم هنا في مصر. ايوه عشان تطلع يعني الكلام اللي قاله عن حجب جائزه احسن لاعب، جائزة أحسن لاعب كانت في طريقها بلا منافس ولا لبس ولا إبهام لإيهاب أمين. أيوه كان ممكن جدا ما تقدمهاش لأن في أحداث تستدعي عدم، أنت ما قدمتش جوائز بعد الماتش. لكن إنك تطلع تقول حجبها، أنت بتقول يعني أنا بعاقب إيهاب أمين إن أنا بحرمه من الجائزة دي. وهذا غير لائق من اتحاد كرة السلة. أيوه بتحجبها ليه؟ انت بتحجب جايزة احسن لاعب ليه؟ ايه اللي وبتطلع تقول انه ما عملش حاجة غلط. خلاص يا ابني، لا ترقص ولا تعمل دنك ولا بلاش ثلاثيات بالمرة عشان دي بتنرفز اللعيبة. ايه الكلام الفارغ ده؟ اتحاد كرة السلة لا، شكله مش حلو في القرارات دي. وبعدين اذا كان ابن ابو فريخة المهندس ابو فريخة المحترم جدا اللي يعني ما شفناش منه حاجه غلط قبل كده،
اذا كان ابنه بيمر في الزمالك واتعمل حساب دي، لا 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 لا، يبقى كتير. يبقى معنى كده محدش هياخد حقه يا اخوانا، محدش هيعرف ياخد حقه. النهارده النادي الاهلي ماذا؟ ده بالعكس، ده كان ينبغي توجيه خطاب شكر للنادي الاهلي لانضباط جماهيره وعدم تدخلها. اه لا جماهير حتى رجال ولا مسؤولين ولمسؤولي اللي وقفوا بضبط نفس وهم بيترمي عليهم كراسي وازاز ميه. هتشوف المشاهد دي تاني. يعني الحقيقه اهو بيتضرب الراجل ووقع في الارض، دي في اللعب مفيش مشكله. استوجلين لا، دي مهاره انه يلعب 10 ضغط. دي مهاره، لكن ان انت تعمل مراوغه شفتها وتعلمتها ولما رحت رجعت بيها اضفتها الى مهاراتك، لا ازاي؟ ويبقى الاهلي يعاقب. ده استوجلين في اللي عمله تدريبات الضغط اللي لا اتحاد السله اتكلم ولا الاعلام زعل ولعيبه الاهلي بيبصوا له اهو. لا ضربوه ده كده، ما كان ممكن حد يدوس فوقيه بقى من باب مثلا يبصوا لعيبه الاهلي ومغلوبين كام بقى؟ 22 بونت. حد اتكلم؟ طب بص الجمهور، بص صاله الزمالك والجمهور فين؟ طب الجماهير المكتظه وانت حاطط حد للجماهير، عاقبت اي نادي قبل كده؟ هو في طب ده النادي يقول لك 50 لاعب، تبقى 50 لاعب في الكوره بتلاقي 5000 في الكوره. طيب على الهاتف معنا الكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي الاهلي. كابتن رؤوف مساء الخير. مساء الخير يا استاذ ابراهيم ومساء كابتن عدلي. سهرناك احنا معلش. مبروك يا كابتن الماتش امبارح. الله يبارك فيك امبارح. ومبروك للنادي الاهلي وكل جماهيره. شوف الاهم من المباراه، مبروك ان احنا بقى عندنا فرقه باسكت بالقوه دي الحقيقه، اللي هي فعلا بتمتع الناس ومديها الناس ثقه في الفوز باي مباراه واي بطوله باذن الله، فمبروك. وكل الجهود اللي بذلت لتدعيم الباسكت وتدعيم بقيه الفرق ليها كل الشكر والتحيه الحقيقه. يعني هو الحمد لله طبعا زي ما حضرتك اشرت، النادي الاهلي ومجلس الضغط الحمد لله يعني الموسم الصيفي اللي فات دعمنا الفريق سواء بالمحترف الامريكي او نجوم من اللعيبه المصريين، ده بالاضافه للنجوم الموجودين طبيعي داخل النادي الاهلي. فاللي انا عايز اقوله النهارده لما نشوف الاحداث اللي حضراتكم بتتكلموا عليها، يعني عايز اقول ايه بيني وبين نفسي، بقول طب احنا بنعمل كده ليه؟ يعني بندعم ليه بقى الفرق ونحاول ان احنا ننافس على بطوله؟ شايف حضرتك الصوره اللي انت دلوقتي ظاهره قدام على الشاشه في الجهاز بتاع ال 24 ثانيه اللي راكب فوق الباسكت. ده لسه متركب، مجلس اداره النادي الاهلي وافع على ان هو يجيبه علشان احدث الاجهزه اللي موجوده النهارده في العالم. النهارده الارضيه اللي انتم شايفينها قدامكم هتتغير بعد 15 يوم. اذا كل الدعم لفريق كره السله والالعاب الجماعيه المفروض الاتحادات تفرح بالنادي الاهلي، بدل ما يقولوا 20,000 جنيه غرامه على النادي الاهلي. المفروض كنا متوقعين ان يقولوا جواب شكر للنادي الاهلي على ضبط النفس، وان هو استطاع فريق الزمالك بعد كل هذه الاحداث ان هو يخرج من الملعب، مفيش لم يمس اي حد فيهم، مفيش جمهور النادي الاهلي اللي بيقولوا عليه ال 20 30 واحد اللي هم موجودين. وادي الصوره قدام حضراتكم، الكابتن مدير فني النادي الزمالك بيعتدي بقول على ابراهيم الجمال، ولما ابراهيم رد فعله طبعا احنا ما بنحبسش اي ردود افعال ولا حاجه، لكن زي ما بقول ده رد فعل. فاللي انا عايز اقوله ان يعني حاجه تفرح الاتحاد لما يلاقي النهارده فريق الاهلي اصبح فريق بينافس على المركز الاول بقوه، ومجلس الاداره بيدعم اللعبه بكل امكانياته اللي هتعود بالنفع على منتخبات مصر واللي ده بيهمنا. فان احنا نشوف قرارات انا بعتبرها يعني مفاجاه، يعني مثيره للدهشه. يعني مش عارف ازاي احنا قعدنا يومين عشان نفرغ الفيديوهات اللي قدام حضراتكم دي عشان بعتناها. سمير جوده، شوف سمير جوده خد 10,000 جنيه وبيتهاجم. طيب هو بطل بطل الخناقه كلها، هو بطل الخناقه، هات اي فيديو مش هتلاقي فيه الا سمير جوده اطول واحد
واخد بالك عدلي لو هنعيد بس اللقطه اللي حضرتك قلت عليها دي، هتلاقي الكرسي اللي جه في دماغ سمير جوده واتفتحت دماغه جاي من ظهره من لعيبه نادي الزمالك. ايوه يعني عشان بيقال ان في اصابه لسمير جوده. زي ما حضرتك شايف كل حاجه في ثلث الملعب بتاع النادي الاهلي. فانا مش عايز اخوض كتير، ولكن يعني الغرابه كل الغرابه اللي بيستاوي اللي بيهاجم واللي بيحوش. يعني هم رايحين علشان عايزين ان هم يضربوا ايهاب امين. لعيبه النادي الاهلي ما بتضربش بتحوش. لما عملتها 20 مره حتى بالنسبه لاحمد اسماعيل اللي خد الغرامه، وبالنسبه لجمال الربع الاولاني من الافلام اللي عند حضراتكم بيحاولوا ان هم يحوشوا لعيبه نادي الزمالك ان هم يروحوا الناحيه الثانيه. ايوه بس ف يعني احنا اندهشنا وكلنا استياء من هذه القرارات اللي سوت ما بين المعتدي والمعتدي عليه. كلها مشاهد اهي، ناس كراسي وازايز، وده عادي خالص يا كابتن عدلي. كده زي ما حضرتك شايف واحد بيستغرب ازاي ممكن في جراءه لاتخاذ هذه العقوبات. وانا عايز اعرف يعني وفق الايه؟ في لائحه عقوبات، في لائحه جزاءات؟ طب عايزين نشوفها. طب اتبعتت للانديه؟ طب هنضرب شويه امثله كده حضرتك. يعني النهارده النادي الاهلي خد غرامه 20,000 جنيه ونقل اول مباراه ليه خارج النادي الاهلي. طيب الفيلم اللي حضرتك جبته لستوبنين وهو بيعمل الضغط اللي كان من شويه اللي حضرتك اذاعته. ده كان في صاله نادي الزمالك السنه اللي فاتت. اولا امتلأ اللي صاله نادي الزمالك عن اخرها، وكان برضه ممنوع دخول اكثر من 50. هل في كان وقتها المباراه ممنوع بنفس الظروف برضه؟ بالظبط كده. ونفس الاتحاد لو وقف المباراه 3 مرات زي ما حصل اول امبارح. طيب ايه قرارات الاتحاد؟ في 20,000 جنيه في نقل مباراه لم ايوه بالظبط هذه المباراه. ايوه هي ديت اللي هنقف عندها يا كابتن، لانه ده النموذج الصارخ لازدواجيه معايير الاتحاد. هذه المباراه كان المفروض يحضرها 50,000، 50 مشجع من هنا و50 فرد من هنا، زي نفس الحاله بالمباراه الاخيره. بالزبط. امتلأت صاله الزمالك والاتحاد ما عملش حاجه. بالظبط. ايهاب امين المهاره بتاعته بقت مشكله وشراره، انما بالزبط. انما الراجل بتاع الضغط ده سلوك رياضي محترم جدا وزي الفل. بالظبط كده. طيب هنتكلم على حاجه ثانيه. النهارده طبعا احنا يعني النادي الاهلي ما بيستناش، لانه يعني بيلاقي اي لاعبيه او اجهزته الفنيه او الاداريه ان هو اي حد فيه تجاوزات بيقوم بالمبادره قبل اي اتحادات ولا اي حاجه. يعني احنا مش مستنيين اي اتحاد عشان يعاقب اي لاعب عندنا في النادي الاهلي. وخلينا مثل في الووتر بولو السنه اللي فاتت، العقوبات اللي فرضها النادي الاهلي على لاعبيه اشد من العقوبات اللي فرضها الاتحاد. ولكن اللي انا بقوله لحضرتك، العقوبات النهارده على الاثنين لعيبه بتوع النادي الاهلي دي، ولا لاعب السنه اللي فاتت في نهايه الموسم بصق على الحكم. يعني تصورنا كلنا ان هذا اللاعب ممكن يكون يعني على عتبه الشطب او الايقاف لنهايه الموسم. وكان قرار الاتحاد بايقافه مباراه واحده و5000 جنيه غرامه. يعني ابراهيم جمال اهو يعتدى عليها، بس اهو الراجل اللي بيشتمه واخد بالك، والتاني رد فعل. طب ايه فائده الفيديوهات اللي احنا بعتناها دي؟ ايه فائده المذكرات اللي احنا بعتناها؟ هل كانت القرارات متخذه قبل طبعا لما اي حاجه، ولا هل الموضوع ان احنا عايزين نراضي ان انت تبقى العقوبات هنا قد العقوبات هنا، يبقى اتنين من هنا من يا كابتن رؤوف لما تسمع مش ممكن يعني. لما تسمع كابتن رؤوف كلام الكابتن عبد المطلب تقول القرارات كانت خلاص اتخذت اختمرت. وعلى فكره برضو حضرتك برضو اشرت حاجه مهمه جدا، احنا الشوط الاول الشوط الثاني ملتزمين التزام كامل بالاتفاق اللي تم من حيث عدد الجماهير، وفجاه في بدايه الشوط الثالث طلب الكابتن محمد عبد المطلب نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة دخول بعض الصحفيين الذين لا يحملون الاي دي بتاع الاتحاد. احنا بالنسبة لنا رفضنا في الاول تحت الضغط بتاعه،
سمحنا بدخول الناس اللي لا تحمل بعد موافقه عضو مجلس اداره نادي الزمالك الكابتن احمد عادل عبد الفتاح. اتصل بيه بالتليفون، كان قاعد في المدرج الثاني، قال له ايوه يخشوا. وبناء على كده فتحنا الباب لبعض الناس اللي هي دخلت، واول ما الماتش وقف ورفضوا ان هم يكملوا، في حد عنده القدره ان هو يخلي مدرج في خلال دقيقتين؟ يعني حتى اللي دخلوا مش احنا اللي دخلناهم، النائب رئيس الاتحاد هو طلب ان هم يخشوا، دخلوا. بعد ما دخلوا طلب مدرب الزمالك خلال دقيقتين اخلينا المدرج تاني. مش الناس يعني بتعمل المفروض جواب شكر للنادي الاهلي، تستغرب في الاخر شيل ال 1000 جنيه غرامه النادي الاهلي يعني قمه الاستياء كل عشان كده انا عتابي على الكابتن عبد المطلب لانه عاصر كل الامور دي. والحقيقه حتى الاستاذ البلد لا اتحرك شويه يا كابتن على كل حاجه. فيعني اللي انا بستغربه ان طب ده انت حضرتك انت لسه لقناه اخرى بتصرح ان يعني بيشكر المجهود اللي عمله النادي الاهلي. فالحقيقه انا عن نفسي باذن الله هرفع تقريري كامل لمجلس اداره النادي الاهلي بكل هذه الاحداث، واعتقد ان هننتظر صوره واضحه جدا. طيب والكابتن يعني الجمال كان واقف لوحده ما بيعملش اي حاجه، واضح اتعمل اهو اساسا دلوقتي حاله يعني طبعا لا نبرر اي ردود افعال ولا اي حاجه، اهو واقف لسه ما زال بيسيروا اهو قدام حضراتكم. يعني انا مش عارف سمعنا رايح للكابتن الجمال، لان قلت لك الخلفيه خلفيه المنتخب. طيب والفيديوهات دي كلها راحت للاتحاد. يعني طب ايه فايدتها وسهرنا؟ طيب وكمان نحضر كل هذه الماده علشان نساعد الاتحاد في اتخاذ القرارات السليمه ونتيجتها واضح ان كان في طيب قرارات واذا من قبل اي حاجه هو. واذا اعتبرنا ان اللعبه بتاعت ايهاب امين هي الشراره اللي خلت سمير جوده وكل دول يهاجموا الهجمه دي، طب وانت معانا هنسمع كلام الكابتن محمد عبد المطلب في صدى البلد عن قانونيه لعبه ايهاب امين وخليك معانا. عشان هي دي اللي تعتبر الشراره اللي هم شايفين ان هي عملت كل الاحداث. نشوف قانونيه اللعبه نفسها في راي محمد عبد المطلب ايه بالظبط. اتكلمت على انه ظن او شعر لاعب الزمالك ان هي فيها اهانه فاندفع ناحيه اللاعب، بتكلم على اللقطه اللي عملت كل الخناقه دي. ومعلش انا بصمم ان هي اسمها خناقه مع كامل الاحترام للوصف حضرتك بالظبط، لكن هل هي مهينه فعلا؟ هل هي خاطئه؟ هل هي ما ينفعش تحصل جوه ماتش السله؟ بص هقول لك حاجه، في حاجات قانونيه تمام وفي حاجات اخلاقيه، في حاجات ايثيكال تمام. قانونيا هو ما حدش يقدر يقول ان اللاعب غلط تمام. اللي انا كنت بقوله لك يعني ايه؟ ان هو العرف كره السله طالما المباراه انتهت في اخر 10 15 ثانيه انت بتلاقي اللعيبه احيانا بيسيبوا الكره على الارض ويتقلبوا على بعض وخلاص والمباراه انتهت. كويس؟ فلعيبه الاهلي كملوا في المباراه وحاولوا على الباسكت الكره اللي هو لعبها ايهاب امين، فلعيبه الزمالك او بعض منهم شافوها ان هي يعني عدم احترام عدم تقدير، مش هو ده اللي احنا متعودين عليه مع بعض. كويس؟ ويعني شويه انفعالات ادت الى الشراره اللي حصلت بقى وجابت كل الكلام ده. يعني حضرتك بتنصح اللاعبين ما يعملوش اللقطه دي في عرف كره السله؟ ما بيحصلش ده. لا يعني بس مش عليه عقوبه لان هو مش غير مخالف للوائح. لا هو قانونيا حقه يعمل اللي هو ايه لعبه ثانيه. تمام. لا قانونيا من حقه. ما احنا قلنا دي مهاره من مهارات اللعب. طيب. وشفناها يعني. اذا ايه اللي ترتب على ده يا كابتن رؤوف من هجمه بربريه بكل العنف ده ليه؟ الو كابتن رؤوف. ايوه يعني اللي انا عايز اقوله ان الفيلم اللي حضرتك برضه عرضته بالنسبه للان بي اي ان دي لعبه عاديه جدا وبتحصل في الملاعب كله. برضه يعني انا مش شايف حاجه. بعد كده بقى الفنيين اللي هم بتوع كره السله قالوا ان الواد كان مزنوق، بمعنى ان هو كان على شماله الخط. ايوه طبعا مفيش سكه تانية قدامه، يعني مفيش سكه. لو هو عايز يمر منه ملهاش حل ان لازم ان هو يمر بالطريقه دي، ان الدنيا مقفوله قدامه.
هو يعني بعد كده ده تفكير اللحظه الباسكت عشان تاخد قرارك وتشوفه انك انت تتنوخ وانك انت هتمر بتاخده في ثانيه، فتفكيره على طول الخط على شماله والجسم بتاع اللعيب يعني. طيب اذا في مذكره من حضرتك ان شاء الله لمجلس الاداره تعليقا على هذه العقوبات. اكيد طبعا اكيد، ومن هنا يعني احنا بنطلب من الاتحاد المصري لكره السله اعاده النظر في هذه العقوبات والتحقيق في الاحداث. والتحقيق في الاحداث لينا ما هي لائحه العقوبات والجزاءات اللي استند اليها وما مدى تطبيقها على وقائع مماثله واشد في الموسم الماضي. وفي نفس الوقت لازم خارطه طريق انتظار المسابقه. ده كلام ده انا مش موافق على التحفيل خالص. تحتاج الأساطير والرموز إلى مقدمات للتعريف بهم، إذ يكفي أن تذكر الاسم لتسطع الأسطر بتاريخهم المتوهج. من هؤلاء الأساطير والرموز الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي الذي ولد في القاهرة في 5 مايو عام 1916 ليسطر تاريخا زاخرا بأحرف من نور بما قدمه لمصر والنادي الأهلي. تخرج الفريق مرتجي من الكلية الحربية عام 1937، تدرج في الترقي حتى وصل إلى قيادة اللواء 6 المستقل بالقنطرة شرق، كما تولى رئاسة هيئة تدريب الجيش قبل أن يتولى قيادة القوات العربية باليمن خلال الفترة من عام 1963 وحتى عام 1965، ليحصل على نجمة الشرف العسكرية أثناء حرب اليمن. من حرب اليمن إلى جبهات الكفاح المصرية ينتقل الفريق مرتجي إلى قيادة جبهة سيناء في حرب عام 1967، ليكون الوحيد الذي حمل لقب قائد القوات البرية بالقوات المسلحة المصرية، حيث ألغيت تلك القيادة رسميا بعد حرب 67. ونظرا لتاريخه العسكري الزاخر قالوا عنه إنه رجل كل العصور. 15 ديسمبر عام 1965 كان تاريخ انتقال الفريق مرتجي من الحياة العسكرية إلى الحياة الرياضية بالكامل، ليكون الرئيس 9 لنادي الوطنية مستمرا في رئاسته للنادي الأهلي حتى 13 يوليو عام 67، ثم عاد ليتولى رئاسة النادي مجددا من 8 نوفمبر عام 72 حتى 12 ديسمبر عام 80. تاريخ الفريق مرتجي لم يتوقف عند إنجازاته ومآثره ومبادئه التي أرساها ليتم التأسيس عليها في بناء بنيان صرح الأهلي العملاق، بل امتد بتواجد نجله المهندس خالد مرتجي داخل المنظومة الإدارية بالنادي، حيث يشغل منصب العضوية بمجلس الإدارة حتى اليوم. كان فجر يوم الثلاثاء 5 نوفمبر عام 2013 الموافق لغرة محرم من عام 1435 للهجرة هو موعد رحيل الفريق مرتجي بجسده عن عالمنا عن عمر ناهز 97 عام، ليبقى تاريخه حيا بيننا إلى يوم الساعة. رحل الجسد وبقيت الأسطورة. رجال العظام مروا في تاريخ النادي الاهلي، مش مفيش مناقشه. عظمه بقى الفريق مرتجي اقولها لك في زاويه محدش واخد باله منها، محدش حساها غير واحد زي حالاتي، ان انا ما كنتش معاه في الانتخابات. يعني انا كنت مؤازر للكابتن صالح في 76، فمن القايمه كلها يعني كابتن صالح لم يدرك التوفيق في اول انتخابات. وجيت مروح قلت له يلا كابتن بقى الانتخابات بنت كده، واضح ان احنا
فرق 200 صوت وبقى حوالي 150 صوت، مش حتى لو خدناهم يلا نروح بقى. فقام قال لي لا استنى انت، قلت له انا ايه اللي هيقعدني؟ قال لي انت عندك فرصه. والله ما كنت بحسب لنفسي. قلت له فرصه ازاي؟ قال لي بينك وبين الله يرحمه عادل الشواربي يعني صوت بصوت صوت بصوت، انزل اقعد تحت. فنزلت بقى لقيت طبعا الله يرحمه التونسي وكمال حافظ قاعدين بيحسبوا لعادل الشواربي، وبعدين في الاخر لقيت التونسي بيقول له مفيش فايده الواد عادل مش شكله هينفد. بس فكمال حافظ يقول لي اول ما تستقيل هنقبل استقالتك، قلت له عمري ما هستقيلك. الفريق مرتجي بقى يعني كان ممكن ياخدني بطريقه يعني سلبيه جوه المجلس، لان انا كنت فعال وبمسك الميكروفونات وبتكلم والندوات والكلام ده، اول مره نعمل ندوات. لكن لا يعني تعاملنا كويس جدا. وبعدين لما سافر الكابتن الوحش دخلوني المكتب التنفيذي، وكنت وعملوا مجلس مشترك تنفيذي بين الاهلي والزمالك، ثلاثه من الاهلي وثلاثه من الزمالك، كنت انا وكمال بيه من الثلاثه بتوع النادي الاهلي، الثالث مش فاكر مين بالظبط. لكن يعني تم التعاون والاحتضان، وبمجرد ما خلصت الدوره رجعنا تاني انا مع الكابتن صالح وهم في الانتخابات، مفيش غضاضه، وكل يوم اتعشى مع كمال بيه، والفريق على اعلى مستوى من العلاقات وما فيش اي غضاضه، ونجح بقى المره دي باكتساح الكابتن صالح. انا بقى ما نجحتش، يعني حصل العكس، لان الانتخابات كانت نزلت لخمسه بس حاجه زي كده، طلعت السادس يعني. انا عايز اقول لك لا مش 92 ده، انا بكلمك على 80 انا عايز اقول لك حاجه، هي دي عظمه الاهلي، رموزه دول اللي كانوا بيربونا بيربونا على الحب، بيربونا على التعاون مش على الاختلاف. ما نقعدش بقى متربصين لبعض ابدا، اللي يقدر يعمل حاجه عشان النادي الاهلي كان بيعملها. طيب رحم الله الجميع، والفريق مرتجي كان نعمة الأخ الأكبر يعني. نشوف وهو يتحدث للأستاذ حسن المستكاوي عن كيف دخل الفريق مرتجي النادي الأهلي. لما الأهلي مستواه بيتراجع أو بيبقى في محنة، الناس بتقوم وتقف وتناقش وعايزه تحل. لما الاهلي يكسب مباراه الناس بتتكلم، لما الاهلي يخسر مباراه الناس بتقول الاهلي خسر ليه، محدش بيفكر الفرقه التانيه كسبت ليه، دي ظاهره. ولما حصل ازمه كبيره في الستينات الدوله تدخلت. الرئيس عبد الناصر طلب من المشير عامر انه يتدخل لحل ازمه النادي الاهلي. المشير عامر كان في هذه الفتره رئيس اتحاد الكوره كمان. يوم كان 20 اكتوبر فاكره، ان كان يوم عيد القوات البريه. فوجئت بان عبد الحكيم عامر الله يرحمه جه، انا فاهم انه جاي يعني يهنينا وبتاع، وقال اركب معايا. فركبت معاه العربيه، هو بيته في الجيزه. جه قدام النادي الاهلي وقف، قال لي من بكره تكون هنا. قلت له ازاي انا مش فاضي. قال لي من بكره تكون هنا، دي اوامر الرئيس جمال. قلت له ده في رئيس النادي، ده في المحافظ رئيس النادي. قال لي مالكش دعوه، انا هننظم كل حاجه. وقد كان، دي اوامر بقى صدرت، فاضطريت ان انا لازم انفذ هذه الاوامر. طيب دي الجملة التاريخية اللي بتفض اشتباك أو بتلغي إشاعة عند بعض الناس إنه المشير عامر وهو رئيس اتحاد الكورة والزملكاوي الشهير لما الأهلي نتائجه ساءت هو اللي تدخل عشان ينقذ الأهلي فعين الفريق مرتجي، بينما إنه الحقيقة زي ما قالها الفريق مرتجي، قالوا دي أوامر الرئيس جمال. فإذا الرئيس جمال عبد الناصر في وقتها شايف إن النادي الأهلي نتائجه ساءت
فطلب شوف هو تعيين الفريق مرتجي نقل قرار التعيين. هو كان برضو اعتقد ليها سبب المشير عامر في حكمة سياسية. اه عبود باشا هو الرئيس التاريخي اطول مدة رئيس مجلس إدارة كان عبود باشا من 48 لحد 60 61. ايوه اتأمم عبود باشا وغادر البلاد فضل بره وما جاش، فأصبح مجلس إدارة النادي الأهلي شغيرا بدأت تتوالى المشكلات. اتعين صلاح دسوقي المحافظ القاهرة، اتعين صلاح دسوقي بعد كده أعتقد الدكتور إبراهيم الوكيل. المهم إن النتائج في الوقت ده نتيجة حصل فراغ، لأن عبود باشا ما كانش مجرد يعني رئيس نادي، ده كان رجل أعمال وبقاله 12 سنة هو اللي بنى حمام السباحة والمدرجات بتاعت النادي الأهلي. كان له دور كبير في النادي، كان له دور كبير اقتصادي. فالنادي الأهلي كان واقف على حيله، ما خسرش ولا بطولة في الدوري العام لحد ما سافر. فلما ساءت النتائج بدأت فيها مهمة ان طب ما هو طبعا ما هو النادي الاهلي نتيجه سياسات اتصدرت له الازمات نتيجه سياسات. آه. فكان من الحكمه ان يحدث تدخل، ان يجي رئيس في رايهم قوي يعيد بعض الامور الى نصابها، وكان الاختيار على الفريق مرتجي. سنتها كسبنا الكاس وخسرنا الدوري بتاع الدوري الشهير بتاع الاسماعيلي في الاسماعيليه. ايوه في الماتش اللي هو الفاصل ماتش احنا كنا متقدمين ولا كان الكاس 65 مش فاكر، اظن الكاس 65 والدوري بعد كده. المهم يعني في عصر الفريق مرتجي كسبنا الكاس. وكسبنا الكاس كان من النادي الاولمبي اللي كان زي الوحش مع الفريق سليمان عزت. فريق سليمان عزت لما اهم لعيبه مصر خد حلم سليمان من النادي الاهلي، وخد بدع وفتاح من الترسانه، ومعاه عز الدين يعقوب، ومعاه سيد الطباخ، فرقه جباره. ولعبنا الفاينل ونزلنا الملعب كله قطنه بيضة كلها حربيه بلبسهم. اول ما نزل النادي الاهلي الكتله البيضة دي كلها اهلي 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 اهلي. حد الكابتن ابو غيده نط قفزه شهيره جدا فوق العارضه وجاب جون وكسبنا 1-0 كسبنا الكاس. طيب مبادئ الاهلي، لما تسمعوا اي رمز من الرموز التاريخيين للنادي الاهلي تكتشفوا انه مبادئ الاهلي اللي الناس بتتكلم عليها لا هي وليده لحظه ولا وليده موقف ولا انتاج اشخاص ولا نتاج مرحله، بل هي فعلا فكره متجذره في جذور النادي الاهلي ككيان. نشوف الفريق مرتجي عليه رحمه الله يتحدث في قناه الاهلي عن مبادئ الاهلي. منذ نشأة النادي الأهلي سنة 1907 مين اللي تولى النادي الأهلي؟ كلهم عظماء البلد، هم دول اللي وضعوا الأساس، وضعوا التقاليد، وضعوا المبادئ اللي النادي الأهلي ماشي فيها. وأي واحد بيمسك النادي الأهلي لازم يمشي على هذه المبادئ، ما فيش حد عمل مبادئ جديدة، دي مبادئ كلها موروثة. لذلك أنا يعني مفيش رئيس قابلته ولا مسؤول قابلته إلا كان يفخر ويزهو ويحرص على الحفاظ على ما يسمى بمبادئ النادي الأهلي. عشان كده كانت دهشتي كاملة جدا خلال الفترة الماضية مع المجلس السابق لما بقى يتنظروا على كلمة مبادئ الأهلي، يعني إيه مبادئ النادي الأهلي، ويتساءل عنها. حتى وصل الأمر الاعلام اللي كان موجود وقتها مسيطر على النادي نجح انه يزرع فكره مفيش حاجه اسمها مبادئ النادي الاهلي. فافاجئ برئيس النادي في احد الندوات الانتخابيه يقول يعني ايه مبادئ نادي؟ انا اعرف المبادئ الخير والحب والجمال اللي هي يعني المبادئ الانسانيه بتاعت افلاطون، ولا كان مش عارف مين بقى، افلاطون اظن. فكان دهشتي جامده، لان لا ده هو ده اهم ما يميز النادي الاهلي، لانه له تقاليده، نادي له تقاليده. زي اي عائله عريقه، قبيله عريقه عندها تقاليد. بلد انجلترا النهارده بتعتبر ان من ضمن تقاليدها الناس بتروح تتفرج السياح على تغيير الحرس. مراسم تغيير الحرس قدام قصر الملكه. ايوه
له مراسم. ما حدش يقول ان مفيش تقاليد، العراقة مع التقاليد. فطبعا مفيش حد ما أدركش قيمة هذا الكلام يعني عبر تاريخ النادي الأهلي أبدا. من هنا جاءت دهشتي في الفترة الماضية. إذن دي كانت الذكرى السادسة لوفاة المغفور له بإذن الله الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي، واحد من رؤساء النادي الأهلي التاريخيين اللي توفي عن عمر نهز 97 عاما، وقدم مشوار طويل جدا سواء في العسكرية المصرية، واحد من رجال العسكرية المصرية الكبار والوطنيين، وواحد من رموز النادي الأهلي اللي خدم الأهلي كتير جدا، وفضل دايما وأبدا حريص على التواجد اليومي في النادي كل يوم. كل هذه رحمة الله عليه. هقول لك حاجة، في سنه الكبيرة دي مرة تعثر وحصل كسر في الحوض. ما وقعت ان خلاص بقى الفريق مرتجي هيستكين في البيت، والله بقى يجي على في عكاز كده حديد بعجل رباعي وكان يجي يعمل كل يوم التدريبات ويقعد بعد كده في الجنينة. لا رحمة الله عليه، كان يشعر النادي الأهلي بالنسبة له مهم جدا جدا، وكان أب يعني تشعر بالقيمة الأبوية بقى في الأعداد بتاعته. وكمان بيحافظ حاجات لذيذة، حاجات لذيذة حلوة تقعد تفتكرها كده تقول احنا عشنا أيام جميلة. عشت دايما يا باشمهندس. الله يخليك.